بحبك كل من شافك أمان الدنيا هنا عندك يا شايلة الكون على كتافك عشان نبنيها ونعمر عشان نزرعها ونخطب نشق الصخر لو نقدر نعليها سوا ونكبر عشان لقمتنا من فاسنا بقت كلمتنا من راسنا عشان معدننا وأساسنا هنتحمل سوا ونصبر عشان نبنيها ونعمر عشان نزرعها ونخطر نشق الصخر لو مصر يما يا بهية يا مطرحة وجلدية الزمن شاب وانت شابة هو رايح وانت جاية جاية فوق الصعب ماشية فات عليكي ليل ومية واحتمالك هو هو وابتسامتك هي هي تضحكي للصبح يصبح بعد ليلة ومغربية تطلع الشمس تلاقيكي معجبانية وصبية يا بهية صباح مشرق بهي تماما كالمكان الذي نحن موجودون فيه اليوم والآن صباح الخير أحمد صباح الخير رغدة صباح الخير مشاهدينا الكرام صباح مليء بالأمل والتفاؤل من هنا يتحقق الأمن الغذائي الذي يعد بمثابة أمن قومي لمصر من هنا يتحقق أيضا وتؤمن احتياجات الأجيال القادمة من هنا يأتي الخير والنماء من خلال أراض مزروعة بمساحات كبيرة من مساحات كبيرة خضراء من السلع الأساسية الاستهلاكية الاستراتيجية للمواطن المصري هذه السلع زرعت على مساحة تقدر بأكثر من 1,050,000 فدان هنا مستقبل مصر الذي نقف فيه الآن ذلك المشروع الذي يعد بمثابة سنابل خير وأمل هذه السنابل تطرح أملا وخيرا في أراضي المحروسة رغدة نحييكم مشاهدينا من مشروع مستقبل مصر هذا المشروع الواقع على امتداد طريق محور رود الفرج الضبعة الجديد الذي يشرف اليوم بوجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يقوم بافتتاحه رسميا ويعطي إشارة البدء لموسم حصاد القمح لعام 2021-2022 هذا المشروع الذي وجه السيد الرئيس بالبدء فيه فورا في أبريل من العام 2017 والذي أثبت رؤية القيادة السياسية بعيدة المدى في ظل واقع عالمي متسارع مليء بالتحديات يلقي بظلال قوية وانعكاسات ويمتلئ بالتحديات السياسية والاقتصادية انعكست بشكل قوي على الأوضاع الداخلية لكل بلدان العالم نعم رغدة مشروع مستقبل مصر الذي يعد وبحق رئة للاقتصاد المصري مشروع مستقبل مصر وهذا المشروع وغيره أيضا من المشروعات القومية الزراعية الكبرى التي قررت الدولة أن تقود ثمار التحدي فيها هذا المشروع تسير فيه الدولة كما قالت رغدة بخطوات متسارعة بغية تحقيق الحلم حلم زراعة 10 ملايين فدان من المساحات الخضراء تؤمن احتياجات المواطن المصري وتحقق أيضا الاكتفاء الذاتي مشروع مستقبل مصر هو مشروع تنموي متكامل مشروع زراعي مشروع اقتصادي وأيضا صناعي وسكني يعد هذا المشروع بمثابة قاطرة للتنمية الزراعية في مصر ويعتبر نواة رئيسية وركيزة رئيسية أيضا لمشروع الدلتا الجديدة ذلك المشروع الذي تقدر مساحته بحوالي 2,200,000 فدان ويأتي امتدادا لمحور الضبعة الواقع في الاتجاه الشمالي الغربي ساهم في تدشين هذا المشروع شبكة الطرق والكباري الرئيسية التي
قامت بها الدولة. فهذا المشروع يمتد بإجمالي 500 كيلو متر تقريبا. البداية من هنا رغدة كانت بطريق، ذلك الطريق مهد الوصول لهذه المشروعات القومية الزراعية الكبرى. مثل ما ذكر أحمد، مشروع مستقبل مصر هو درة تاج المشروعات الزراعية الاقتصادية للدلتا الجديدة، أحد مراحل مشروع الدلتا الجديدة. مصر تستهدف زيادة المساحات المزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل السكرية، أيضا تستهدف مصر تحقيق اكتفاء ذاتي وبالتالي يؤمن لها أمنها الغذائي. مصر أيضا تهدف إلى تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتوفير منتجات ومحاصيل بأسعار مناسبة وبجودة عالية، تستطيع من خلال أسعارها التنافسية أن تغزو الأسواق العالمية أيضا. نعم رغدة، وإذا تحدثت عن المحاصيل فهنا في مشروع مستقبل مصر الذي نقف فيه الآن وننتظر تشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاحه رسميا، وأيضا إعطاء شارة البدء في جني موسم حصاد القمح. ذلك المشروع يعد أحد المشروعات القومية العملاقة التي تحقق أهداف التنمية والتقدم. هذا المثلث، نتحدث هنا عن ثالوث أو مثلث التنمية. هذا المثلث أضلاعه تتكون من دعم الاقتصاد الوطني، أيضا تحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق آلاف من فرص العمل. هنا في مستقبل مصر رغدة نتحدث عن 10,000 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى أكثر من 360,000 فرصة عمل غير مباشرة. من يأكل بفأسه يحكم برأسه. صحيح، ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره. هذا هو ما فكر فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ توليه المسؤولية في 2014، لذا جعل شغله الأول والأخير هو المواطن المصري بتوفير الطعام والتعليم والصحة والمسكن الملائم للمواطن المصري. لذا كانت هنا البداية، وكان مشروع الدلتا الجديدة وتحديدا مشروع مستقبل مصر أحد مراحل هذه المشروعات الاستراتيجية الكبرى. نعم رغدة، نحن نتحدث عن موسم جديد، موسم 2021-2022 الذي يعطي فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كما ذكرنا شارة البدء لجني حصاد هذا المشروع. نتحدث عن 40,000 فدان في هذا الموسم، مقارنة بالموسم في العام الماضي كنا نتحدث عن 17,000 فدان، بالإضافة لتوجيه السيد الرئيس بزراعة الآلاف من الأفدنة من السلع الاستراتيجية. كما ذكرت رغدة، هذه السلع تؤمن احتياجات المصريين وكانت سببا رئيسيا في تأمين احتياجات المصريين أثناء أزمة كورونا. ونخطر نشق الصخر لو نقدر
اللي شايفه حلم أو خيال، أوصف الجمال ده قول في إيه؟ اللي جه وشاف ده كله قال بصوا شوفوا مصر عاملة إيه؟ ده اللي شايفه خيال. شايفه حلم أو خيال، أوصف الجمال ده قول في إيه؟ اللي جه وشاف ده كله قال بصوا شوفوا مصر عاملة إيه؟ ده اللي شايفه خيال. عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. السلام عليكم. تفضلوا استريحوا، تفضلوا. شكرا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. السيدات والسادة، الحضور الكريم. تمضي مصر يوما بعد يوم نحو جمهوريتها الجديدة. جمهورية ترفع رايات الحلم والأمل والعمل، وتحول تطلعات كبرى إلى واقع حي نعيشه جميعاً، واقع من الأمن والأمان والاستقرار، من البناء والعمران والعيش الكريم، مجد نفتخر به جميعاً، صنعته دماء الشهداء الأبرار وسواعد العمال والفلاحين الشرفاء وعقول العلماء والمثقفين والمفكرين، ليصبح الوطن مساحة مشتركة تجتمع فيه أحلامنا للغد. وها هي الجمهورية الجديدة حاضرة في كل مكان على أرض مصر بعد سنوات من إرساء دعائمها وتثبيت أركانها. جمهورية تنطلق من بناء شامل وكامل للإنسان ليعبر بالوطن إلى غد أفضل، وطن يتسع للجميع، ومكانة يستحقها المواطن المصري
من خلال المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة على قدم وساق في شتى المجالات وفي كافة ربوع مصر لضمان حياة كريمة لكل المصريين. واليوم ومن محور الضبع الجديد نشهد افتتاح المشروع القومي مستقبل مصر، أحد أهم مشروعات الدولة وباكورة المشروع الزراعي العملاق الدلتا الجديدة. مستقبل مصر مشروع يحقق الأمن الغذائي القومي لكل المصريين، فنحن لا نستطيع أن نقول كلمتنا وأن تكون هذه الكلمة من رأسنا إلا إذا كان قوتنا من فأسنا. خير ما نستهل به يومنا آيات بينات من الذكر الحكيم مع القارئ الشيخ شريف السيد خليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. مستقبل مصر للزراعة المستدامة. يهدف هذا المشروع القومي العملاق لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، بالإضافة إلى توفير العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومي للدولة، وذلك من خلال سد الفجوة في السوق المحلي ما بين الإنتاج والاستهلاك، فضلاً عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل. كلمة المقدم بهاء الغنام مدير مشروع مستقبل مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، السادة الحضور، منذ فجر التاريخ وهذا الوطن قد اختصه الله بحمايته وجعله مهدا لرسله وأنبيائه، بل أن المولى سبحانه وتعالى لم يتجلى على بقعة من بقاع الأرض إلا في مصر في الوادي المقدس طوى بجبل طور سيناء. أن المولى تبارك وتعالى هو الذي وفق الزمان والمكان حتى تستعيد مصر قوتها وعزتها، فكان أن أمرت سيادتكم الصناع بصنع ثوب ترتديه مصر، ثوب من المشروعات القومية العملاقة في كل صوب وحد، لا يتسع المقام لحصرها ولا سردها، فكل مجال في مصر أصبح مشروعا قوميا جديدا يضيف لبنة كل يوم في صرحها الشامخ. ومن منطلق أن الشعب الذي لا يملك غذاء لا يملك قرارا، صدرت توجيهات سيادتكم بالتوسع في المشروعات الزراعية التي تعمل على سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك، بل وزيادة التصدير بما لا يخل باحتياجات المواطن. سيادة الرئيس،
لقد كانت زيارات ومتابعة سيادتكم السابقة والمستمرة لمشروع مستقبل مصر دافعاً لنا لبذل كل الجهد والعرق لتنمية هذا المشروع الذي تحدى نفسه وأضاف كل يوم جديداً في الإنجازات، حتى صار من أكبر المشاريع الزراعية مساهماً في إنتاج كل المحاصيل التي تحتاجها بلادنا. واليوم يتشرف مشروع مستقبل مصر بافتتاح سيادتكم له، فنرفع بسيادتكم سقف الطموح إلى عنان السماء نحو إتمام مشروع الدلتا الجديدة الذي سوف يكون بإذن الله نقلة حضارية ونوعية لمصر، ليس في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي فحسب، بل في كل المجالات. إن القسم الذي أقسمناه سيادتكم بحماية الوطن والدفاع عنه بالأرواح هو قسم ممتد إلى هذا العمل التنموي العملاق، نجدده ولا ننساه، أن ندافع عن سلامة الوطن وصيانة أراضيه، وأن نعمل جاهدين على الحفاظ على أقواتي وغذائي وتنمية الوطن. اللهم أعز مصر بسيادتكم واحفظها من كل سوء، ولتأذن لسيادتكم استعراض مراحل تطور نمو المشروع وخطته وأهدافه. سيادتك فندم، احنا عندنا ان شاء الله هنستعرض في العرض مشروع مستقبل مصر رؤية جديدة، المحاصيل الاستراتيجية، مشروع المنيا وبني سويف، مشروع مستقبل مصر في أرقام. سيادتك فندم، كنت أمرت في يوليو 2017 بالبدء في استصلاح مشروع مستقبل مصر. بداية تم تخصيص مساحة 200,000 فدان، وفي عام 2021 سيادتك في زيارة 8 يناير 2021 سيادتك أمرت بإضافة مساحة أخرى ل 150,000 فدان، ثم وجهت سيادتك بعد ذلك بزيادة المساحة المخصصة ل 700,000 فدان لتصبح المساحة الإجمالية لمشروع مستقبل مصر 1,050,000 فدان، وهي تمثل 50% من مشروع الدلتا الجديدة. وحنستعرض دلوقتي سيادتك المساحات التي تم استصلاحها والمساحات المستهدف إصلاحها في المستقبل. قدامنا سيادتك فندم منظر من صور الأقمار الصناعية عام 2018. إحنا عندنا كان استصلاح وزراعة 40,000 فدان، ودي مرئية من الأقمار الصناعية. ثم بيأتي بعد ذلك سيادتك صورة قمر صناعي من 2019 بتبين شكل النمو الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية بالمشروع لتصبح 110,000 فدان. ثم بعد ذلك سيادتك فندم هيبقى في صورة قمر صناعي لعام 2020 بتوضح شكل التوسع باستصلاح مساحة إضافية وصولا إلى 200,000 فدان. فبراير 2021 وجهت سيادتك فندم بزراعة 150,000 فدان انتهاء في نوفمبر 2021، والحقها سيادتك مساحة 10,000 فدان شرق طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وتم الانتهاء من تنفيذ في 3 شهور. سيادتك فندم دي صورة قمر صناعي لعام 2022، هذا الوضع القائم حاليا وما نحن فيه داخل هذا المشروع بيبين شكل التوسع الزراعي. الموقف العام لمشروع مستقبل مصر سيادتك داخل الدلتا الجديدة، وبيبين هنا سيادتك مراحل المشروع. هنا سيادتك المرحلة الأولى هي دي سيادتك المرحلة المنفذة، ثم يأتي بعد ذلك سيادتك مرحلة 34,000 فدان، وحاليا احنا سيادتك جاري تنفيذها. الأخضر المتدرج كله سيادتك بألوانه يعد ده مشروع مستقبل مصر. يمين الشاشة سيادتك شرق مشروع مستقبل مصر، الترعة اللي سيادتك بتخش 41 كيلو حتى بداية المشروع، ثم سيادتك 80 كيلو سيادتك داخل المشروع. دي عشان تغذي سيادتك المرحلة الثانية إن شاء الله، والمرحلة الثالثة اللي سيادتك أمرت بدخولهم 700,000 فدان. ده سيادتك مشروع جنة مصر إن شاء الله. سيادتك دي أراضي وزارة الزراعة ومحافظة البحيرة داخل الدلتا الجديدة، دي أرض مشروعات سيادتك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة. ثم سيادتك برضو فندم ده الوضع مكبر لصورة مشروع مستقبل مصر، المرحلة الأولى المنفذة، المرحلة الجاري تنفيذها انتهاء أكتوبر هذا العام، المرحلة الثانية دي 300,000 فدان انتهاء سيادتك يوليو 2023 مع دخول الترعة. سيادتك أيضا المرحلة الثالثة 400,000 فدان انتهاء إن شاء الله فندم يوليو 2024 لتصبح المساحة الإجمالية لمشروع مستقبل مصر 1,050,000 فدان. ثم مشروع مستقبل مصر فندم في رؤية جديدة. هنا سيادتك يا بهاء خد وقتك، حاضر فندم، يعني ما تستعجلوش، احنا من يعني احنا عايزين نطمن ان احنا امورنا ماشيه تمام. سيادتك انت ما تستعجلش يعني، حاضر فندم، فارجع تاني لل لو سمحت ارجع للسلايد. احنا معانا يعني مستثمرين، حاضر، ومعانا الاعلام، ومعانا من اجهزة الدولة، تمام، مهم قوي ان احنا نبص على ده ونتكلم فيه بشكل مريح، لان مثلا ارجع لو سمحت يعني المرحلة الثالثة اللي انت حاططها
23 24. احنا بقى كلامنا ولا يا دكتور مصطفى؟ احنا كلامنا ان احنا ما نقدرش نستنى لغايه 24 يا بهاء. تمام سيادتك. طب ده هيبقى محتاج مننا واحنا موجودين دلوقتي كده يمكن نضغط على نفسنا شويه عشان الظروف اللي انتم شايفينها، مش كده ولا ايه؟ صح. فيعني ارجو انك انت ايه يعني، انا انت عارف حاجتك اللي بتعملها وانا متاكد من كده. تمام سيادتك. لكن انا يهمني ان احنا كمصريين دلوقتي نبقى شايفين ده واحنا وشايفين تطوراته والاهداف بتاعته ايه، لان انا هتكلم في الموضوع ده على حاجات كتير. تمام سيادتك. وبالتالي ادينا فرصه ان احنا نبقى مطمئنين. انا ما اقدرش اكون مطمئن لو تجاوزت 23 يا بهاء. تمام سيادتك. في الرقم اللي انت حاطه هنا في مستقبل مصر، مصر غير اللي في توشكا وبني سويف والمنيا واللاهون وغيره، ولا انا بقول كلام؟ صح. تمام سيادتك. فانا ليه بنقول كده؟ ليه رجعتك ونبص على الارقام ديت؟ وعشان كده بقول لك حتى لو هنضغط على ده، يعني ما انا عارف ان الترعه اللي بتتعمل دي وانا قلت الكلام ده قبل كده، لكن باكده عشان نقول هو التكلفه دي تكلفه بسيطه يا دكتور مصطفى؟ لا صحيح. التكلفه هنا انا بقولها لينا كلنا، وانا اسف اني قطعتك يا بهاء. يعني تمر سيادتك. يا جماعه يا اللي بتسمعونا وبتشوفونا دلوقتي، التكاليف اللي بتتعمل في المشاريع دي اكبر كتير كتير من اي تكلفه بتتعمل في الدلتا. ليه؟ اكيد وانتوا جايين شفتم ان احنا دخلنا في عمق الصحراء، رغم ان الشريط الموازي للنيل بيتزرع بطريقه تانية خالص، ولا يا دكتور مصطفى؟ بيتزرع ايه؟ بيتزرع بانحدار طبيعي للميه، ودي رابع او خامس مره اقول. يعني ايه بانحدار طبيعي؟ يعني مش محتاجين حاجه، الميه ماشيه من العالي يعني للمنخفض، وبالتالي ما فيش مشكله فيها. ولكن لما تيجي تبصوا من فوق على الشريط الموازي للنيل خلال السنين اللي فاتت، تلون ان احنا بنينا عليه وسبنا الصحراء، وسبنا الظهير الصحراوي اللي موجود اللي ممتد على اجناب النيل اللي كنا ممكن نبني فيه مدن ونبني فيه حياتنا، ونسيب الارض الزراعيه الغاليه ديت اللي تكلفتها علينا مش كتير. كل اجراء احنا ما عملناهوش بندفع ثمنه دلوقتي. كل اجراء الدوله ما خدتش بالها منه وما عملتوش. انا مش بتكلم في سنه وعشرة وعشرين، انا بتكلم في 40 و50 سنه. وعشان كده بقول لينا كلنا، حتى احنا دلوقتي في نقاش بيتم في البلد، وفي حوار يعني في حراك كبير جدا جدا واحنا سعداء بيه. لكن بقول لكل اللي بيسمعني من فضلكم، الدولة حاجة تانية، الدولة كلامها حاجة تانية، وإجراءها عايز كتير من الفهم والدراسات عشان تقول اللي انت ماشي فيه ده ناجح ولا لا، يتوافق مع التطور اللي البلد فيه ولا لا، هيتحدى خلال الخمسين مئة سنة ولا لا، ولا الموضوع في وقته. بقول كده ليه؟ لان ممكن اول حد يقول طب انتوا بتكلفوا التكاليف دي ليه؟ احنا لسه ما دخلناش في دي، مش كده بقى؟ تمام ست الفن. لا احنا بنتكلم في ارقام كبيرة. انا كنت ذكرت قلت من 200 ل 300 الف جنيه للفدان، يعني المليون فدان دول يخشوا في 200 250 مليار جنيه. ده على الاسعار اللي احنا كنا متكلمين عليها من سنتين ثلاثه، يعني دلوقتي بقى اكتر من كده ممكن. طب حد يقول ازاي يعني؟ طب البدائل ايه؟ البدائل لو ما عملناش كده يبقى ايه؟ اذا كنا احنا من في خلال العشر سنين اللي فاتوا دول زدنا تقريبا 20 مليون، ال 20 مليون دول طلباتهم قد ايه من السلع الاساسيه؟ طب احنا نمونا كدوله وانتاجنا يقدر يكافئ ده؟ مش بتكلم في الزياده السكانيه، انا بتكلم في 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 تخطيط دوله لتحقيق الكفايه لشعبها. وبالتالي ما عندناش خيار تاني. حتى تقول دي طب ما نستورد من بره. طب ما ندكوا النهارده الازمه اللي موجوده دي ازمه كاشفه للموضوع دوت.
فما تستعجلش يا بهاء، وانا يعني الفريق محمد يا محمد، احنا مش هنقدر نستنى المده دي يا جماعه، ها مش هنقدر يا محمد ولا يا بهاء. اللي تمر بيه سيادتك فندم، كان عليا يخلص امبارح. اه ده محمد ان شاء الله كان عليا يخلص ايه امبارح سيادتك. اه انت النهارده تحرمني من 400,000 فدان ينتجوا قد ايه قمح لو عملتهم قمح؟ اقل من مليون فرق، مليون طن؟ مش اقل من مليون طن، مش كده يا دكتور مصطفى؟ طب يعني طب ليه؟ طب هم بكام؟ طب بقت القضيه كمان مش بكام دلوقتي؟ هم متاحين في السوق الاعلامي ولا لا؟ فانا ما اقدرش استنى في اللي انت بتعرضه ده المرحله الثالثه دي. تحت امر سيادتك فندم. انت قضيتك في الترعه، انا بقول كلام معقول؟ بالظبط سيادتك. والباقي كله ما يا اهاب، هو احنا هنخلص الترعه دي امتى؟ احنا ان شاء الله يا فندم هنخلص الترعه في نهايه السنه دي ان شاء الله. طب خلاص الترعه برافضها ولا ايه؟ احنا يا فندم كنا مخططين ان احنا في الدلتا الجديده، لان مستقبل مصر ده جزء من مشروع الدلتا الجديده هتغطي 800,000 فدان. طيب انا بتكلم على التوقيت بتاعها، دي الترعه دي غير الترعه اللي فوق بتاعه الحمام صح؟ ايوه فندم. طيب الاثنين هيخلصوا اخر السنه دي؟ الترعه اللي هي بتاعه مستقبل مصر ان شاء الله اخر السنه هتخلص. طيب شهر 12. طب والحمام اللي فوق؟ الحمام يا فندم ان شاء الله رب العالمين هنخلص في شهر 12، هيبقى متبقى لنا التوريدات بتاعه الطرمبات اللي جايه من بره. احنا مخططين معاهم يا فندم ان شاء الله ان الطرمبات ان شاء الله اخرنا في شهر 2 اللي جاي ان شاء الله. طيب انما الترعه نفسها بمحطات رفعها ان شاء الله، بمحطات رفعها يعني محطات الرفع عندنا فندم ان شاء الله تخلص في شهر 9. المحطه الرئيسيه اللي هي 7.5 مليون متر مكعب ان شاء الله ينتهوا في شهر 7. انا يعني سيادتك معايا موقف تنفيذي لكل المشروعات القوات المسلحه يا اهاب. اي فندم خليني حته حته بس عشان انا وانت واللي شغالين ومتابعين الموضوع والدكتور مصطفى عارفين تمام الحكايه تمام، لكن احنا يهمنا ان الناس كمان في مصر تعرف الحكايه تمام. انا بتكلم الترعه بمحطات رفعها يا اهاب، يا بهاء يا بهاء او مرسالتك فندم، ما دام هتكون خالصه على اخر السنه ان شاء الله 22 لو لينا عمر، يعني هل هيبقى في تحدي ان الكميه المطلوبه ديت اللي هم المرحله الثالثه تدخل معانا بحيث ان هي على الاقل نشيل سنه من تبقى 22 23 او 23 كلها؟ نراجعها يا فندم ونعرضها على سيادتك، يعني نراجع بس الاعمال الصناعيه اللي هتتعمل فيها وامتداد الترع. ما احنا شغالين بالتوازي يا بس الجزء اللي تحت ده فندم مش كله، من 400,000 فدان احنا تقريبا مغطيين منه 200,000 فدان، باقي ال 400,000 فدان دول يدرسوا وان شاء الله ناخد لنا اسبوع ان شاء الله ونعرضه على سيادتك. طيب اتفضل يا اهاب. تمام اتفضل يا اهاب اتفضل. إذا سيادتك سمحت لي فندم، هو التصرف فينا 10 مليون متر وحاليا الإنشاء بيتم لحوالي 7 مليون، فإن شاء الله سيادتك لو ال 10 مليون ده يتوقف على دخول 10 مليون متر ومحسوبة سيادتك وفقا للتصرفات المائية المحسوبة من وزارة الري. سيادتك برضه فندم المكبر لمشروع مستقبل مصر إعادة ليه، سيادتك إحنا عندنا المرحلة الأولى اللي تم تنفيذها هي 350,000 فدان، ودي مرحلة تم تنفيذها في خلال الأربع سنوات الماضيين. المرحلة الثانية والثالثة هنراجع فندم تمام سيادتك إن إحنا ندمج المرحلتين مع بعض، وإن شاء الله بإذن الله فندم نكون قادرين على التنفيذ. سيادتك كنت خصصت لنا مساحة 34,000 فدان سيادتك في فبراير الماضي، وإن شاء الله فندم سيادتك هيخشوا معانا في اكتوبر زراعات القمح باذن الله. سيادتك خصصت لنا 10,000 فدان فندم في شرق طريق مصر اسكندريه الصحراوي، وبالفعل تمت زراعتها سيادتك، واحنا ان شاء الله بدء الحصاد بدا فيها بالفعل دلوقتي سيادتك، وان شاء الله باذن الله فندم. طب احنا برضو كلام 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 مهم بيجيب بعضه، وانا جاي دلوقتي شفت ان في اراضي في نطاق الارض ديت مش بتاعتك، مش تبع مستقبل مصر لكن تبع وزارة الزراعة والبحيرة، إذا كنت أنا فاهم الدكتور مصطفى، ولقيت الأرض دي أرض يعني مش واضح إن بيتعمل فيها شغل. طب يا جماعة أنتوا خصصتوا الأراضي للمطورين أو للمستثمرين والأراضي دي ما اتزرعتش، طب ما نراجع مع الناس اللي موجودة هناك، تطلع اللجنة من وزارة الزراعة والري
والمحافظة وأي حد تاني. طب لو في مشكلة عند الناس دي من ساعد في حلها؟ ما هذه أرض وهم موجودين عليها بقالهم سنوات. لو بنام احنا وفرنا لهم الأرض وما عنده، لو عندهم مشكلة يا دكتور مصطفى، طب ما نشوف ايه المشكلة اللي عندهم ونساعد. ما دي أرض متاحة وممكن تخش معانا. أنا شفت كمية كبيرة الحقيقة من الأراضي ما لقيتش عليها آثار عمل يعني. فلو في مشكلة عندهم حل نساعد معهم، نشجعهم وبتاع عشان تتزرع الأراضي دي. لكن احنا على كل حال، انت دلوقتي بتكلمني في 650 ألف فدان خلال 22. تمام سيادتك، فهم. على التخطيط القديم. على التخطيط القديم سيادتك. 650 وال 34 وال 10 44 مش كده؟ تمام سيادتك، فهم. يبقى ايه حوالي كام؟ قرابة سيادتك ال 700 ألف فدان، فهم. مش كده؟ تمام سيادتك. يبقى احنا على الأقل بنتكلم دلوقتي من غير أي تعديلات. تمام سيادتك. في 700 ألف فدان. تمام سيادتك، فهم. طب اتفضل. ثم مشروع مستقبل مصر فندم في رؤية جديدة. توجيهات سيادتك دائما فندم بجودة التخطيط وجودة التنفيذ، وهذا كان يا سيادتك هذا هو المبدأ العام لمشروع مستقبل مصر. البدء في استصلاح وزراعة 350 ألف فدان تم الانتهاء منهم سيادتك. هناك سيادتك كانت تحديات كبيرة، ولكن سيادتك أنجزنا بفضل الله، وسيادتك دعم كل العاملين بهذا المشروع. سرعة وجودة التنفيذ فندم بتتكلم عن يعني أعلى معايير الجودة مع مراعاة سرعة التنفيذ في مرحلتين. المرحلة الأولى سيادتك هي مرحلة تنفيذ البنية التحتية، وده سيادتك من خلال المواصفة المناسبة التي تتماشى مع متطلبات التنفيذ، وبنقدر سيادتك نحققه على أرض الواقع. وده سيادتك يعني إحنا حاليا يعني هو موجود حاليا في المساحة المستصلحة. المحور الثاني سيادتك هي مرحلة الإنتاج، وأيضا فندم يعني بنتعامل بأعلى معايير الجودة في مرحلة الإنتاج. أيضا بعد ذلك سيادتك زراعة المساحة الكبيرة المتصلة. إحنا قدام سيادتك مشروع كبير جدا وهو ميجا بروجكت، وإحنا هنا سيادتك بنعظم المبدأ الاقتصادي لوفرات السعة ووفرات الإنتاج. سيادتك المشاريع الكبرى برضو بنقدر إن إحنا نستفيد من وفرات الإنتاج، سواء في تنفيذ مراحل البنية التحتية أو سيادتك أيضا في مراحل الإنتاج. نأتي بعد ذلك يا فندم استخدام أنظمة الزراعة الحديثة. إحنا قدام سيادتك أنظمة الري المحوري بنستخدمها هنا في المشروع، ودي سيادتك لما تتمتع به من مرونة مع طبيعة الأرض المختلفة، وبنقدر ان احنا نزرع سيادتك تضاريس ومورفولوجي مختلف عن الآخر بهذا النظام. ايضا عندنا ري تحت السطحي وري التنقيط. يأتي بعد ذلك فندم المسح الرقمي، وهي من الحاجات المؤثرة في العملية الزراعية أيضا أثناء التنفيذ وأثناء مرحلة الإنتاج. المسح الرقمي بيقوم بعملية المسح الرقمي للأرض كلها في مرحلة التنفيذ، عشان أقدر أرفع تضاريس الأرض وأقدر سيادتك أتحكم في اتجاه ومرور المياه، وده سيادتك أيضا ليه عامل كبير جدا في توفير التكلفة. في المرحلة الإنتاجية فندم هو برضو ليه دور كبير جدا في اكتشاف صحة النبات والري المتجانس والغير متجانس، وده عن طريق سيادتك البصمة الطائفية، وده بيوفر سيادتك أيضا علينا في تكاليف الإنتاج لما يتمتع به من سرعة اتخاذ إجراءات اتجاه سيادتك النبات وحالته الصحية. أيضا يأتي بعد ذلك فندم مجال التكنولوجيا والتحكم في مجال إدارة الطاقة والمياه. حسن إدارة الطاقة والمياه بيعكسوا رؤية المشروع في الإدارة، لأن سيادتك دول من العناصر الهامة جدا في التكلفة وفي قائمة التكاليف، وتمثل من 25% لـ30%، وده سيادتك رقم كبير جدا. يعني لو افترضنا أن في 5000 جنيه سيادتك في الفدان، يعني لو احنا عندنا 500 ألف فدان وعندنا إهدار فيهم، يبقى تقريبا 2.5 مليار في كل عملية إنتاجية، وده رقم كبير جدا يعني يستدعينا أن احنا نتوقف في الإجراءات اتجاهه. يأتي بعد ذلك سيادتك، أنا بس معلش ارجع لو سمحت، أنا برضو هنا كلامي معانا في مثل الافتتاحات أو متابعة المشروعات بتاعتنا، بيبقى الهدف منها مش فقط ما أنا ممكن الكلام اللي أنتوا بتقولوه ده إحنا متابعينه، وممكن لما أخذه بالتليفون حتى يبقى الموقف واضح عننا، لكن إحنا لما بنيجي نتكلم وإحنا موجودين معاكم هنا بنتكلم الهدف منه ان احنا نفهم بعضنا البعض كل فيما يخصه الحكاية ايه. هديكم مثال، هو يعني بيتقال ايه البنية الاساسية للموضوع. انتوا تفتكروا مشروع زي ده ياخد كهرباء قد ايه؟
اقل من 1000 ميجا بهاء. 1250 بالظبط سيادتك. كويس. هو مش دلوقتي هو الرقم بيتقال، لكن تفتكروا لو كانت اولويات الدوله خلال السبع ثمان سنين اللي فاتوا مش داخله فيها الكهرباء والبنيه الاساسيه؟ لان انا يعني طبعا متابع الكلام اللي بيتقال كويس ومهم قوي، ان انا مش هرد عليه نظري، لا يهمني ان انا ارد عليه مش عشان حاجه، عشان افهمه اقول لينا كلنا. اذا كنت بتتكلموا على 1200 ميجا هنا للزراعه واحنا ما كانش عندنا كهرباء تكفي البيوت، يبقى كان ممكن ابدا حد ياخد قرار انه يجهز بلد في فتره الحفاظ على بقائها من سبع سنين من غير ما ياخد الاجراء ده؟ طب المستشفيات اللي ما فيش فيها كهرباء، طب البيوت اللي الكلام اللي قلته قبل كده، البيوت اللي انا اسف يعني اللي بيتقطع الكهرباء فيها على مدار اليوم مره واثنين وثلاثه، تعمل ايه؟ انا مش بتكلم في رفاهيه، انا بتكلم في عناصر مهمه. وبالتالي ما كانش ممكن ابدا لما يجي نتكلم في بناء مشروع زي ده او حتى اللي موجود في توشكا تقول لي خلي الاولويات بتاعت الكهرباء لمرحله متاخره مثلا، او حجم الطرق. هتلاقوا ورا منكم هنا طريق الضبعه بترفع كفاءته وبيتوسع عشان حجم التوسع اللي بيتعمل هنا. حد يقول طب يعني ما كان ممكن نأخره برضو، مش كده؟ اوعى اوعى، انتبه انتبه، اوعى تحط رجل على رجل وتتكلم وانت الموضوع ما تعرفوش. الناس بتسمعك، ولما يلاقوا كلام مترتب يفتكروا انه كلامك حقيقي، وتبقى انت ظلمت نفسك وظلمت الكلام، ظلمت نفسك وظلمت الكلام. اسمعوا، احنا بنتكلم في مشروع 2.5 مليون فدان تقريبا، ممكن يكون 25% من الارض الزراعيه اللي موجوده على مساحه مصر بالكامل، اللي موجوده على مساحه مصر بالكامل على مدى الاف السنين اتعملت. طيب هو انا النهارده في الريف مش بظبط الكهرباء وبظبط الميه وبظبط الطرق وبظبط عناصر اخرى في مشروع حياه كريمه يا دكتور مصطفى؟ وبنتكلم بنقول ان المشروع ده داخله في 800 900 ومع الاسعار اللي حصلت دي يمكن الرقم يعني يمتد منها شويه لتريليون جنيه ولا حاجه، ولا الكلام ده مش طيب؟ اذا كنت انت بتنفق على ال 10 مليون فدان اللي هم اقل من 10 مليون فدان كمان بتنفق على عشان تظبط جوده حياه الناس، واللي ما عملتوش خلال الاعمار السنين الطويله اللي فاتت داخل لك في 1000 مليون جنيه، 1000 مليار جنيه اسف، في 3 4 سنين احنا بنتكلم فيهم. يبقى انت هتستكتر ان انا لما اجي ازرع واعمل هنا كل شيء من الكهرباء للطريق لتسوية الأرض لشبكات الري للترع، الكلام ده كان معمول على مدى خد اتعمل في مصر اتعمل في 400-500 سنة عشان تزرع الأراضي ديت في الدلتا القديمة، اتعمل الكلام ده في 400-500 سنة، انت جايز عايز تعمله في 4-5 سنين. لا لا، ده حكاية كبيرة قوي اللي بتتعمل يا مصريين. من فضلك ما تحطش رجل على رجل وتتكلم في موضوعات ما خدتش حقها من الدراسات بشكل مستفيض من متخصصين، ومش بس كده، واتجمعت في سياق فكري وعلمي وتخطيطي عشان دي تم طرحها. ما اتعملتش في سياق يعني ايه؟ يعني اللي ما تاخدش حته وتتكلم فيها وتسيب الباقي. انا سمعت من ضمن الكلام اللي كان بيتقال بتقول ايه؟ كنت ركزته على التعليم.
الأولوية كانت التعليم. طب وأنا جاي أرد دلوقتي؟ لا لا لا، الكلام ده أنا قلته قبل كده يا جماعة. هو أنتوا في مصر كنت ممكن تأجلوا كل شيء وتخلوا الأولوية للتعليم، وهو أمر مهم ومهم جدا، لكن كان هيتحمل الناس في مصر إن مفيش كهرباء ومفيش طريق ومفيش ترعة كويسة ومفيش إنتاج غذائي كويس و و و و هتستحملوا معايا ده عشان تعلموا أولادنا وبناتنا تعليم كويس على مدى 14 سنة ويبقى كل موارد الدولة المحدودة، موارد الدولة الإيه؟ المحدودة، تحطوها في التعليم؟ وبقول ده أمر ما فيش فيه كلام مهم، لكن إحنا كبشر كناس كمواطن ماشي في الشارع هيتحمل تبعات ده؟ ده كلام يعني كلام مهم قوي إن إحنا ناخد بالنا منه قبل ما نطرحه على الناس ونعمل منه سياق لرأي عام، ونقول الرأي العام الأولويات دي كانت ممكن يتاخد فيها الكلام. الكلام اللي اتعمل في مصر في السبع سنين اللي فاتوا، أول شيء كان فيه يعني توفيق كبير جدا 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 من ربنا فيه. طب هو اتبنى على هوى شخصي أو هوى حكومة يا دكتور مصطفى؟ لا يا جماعة، احنا الكلام ده قبل ما يتعمل اتعملت لجنة من كبار أساتذة الجامعة ورجال الدولة اللي كانوا معنيين بالموضوع ده، وتحط تصور على بعضه عشان ننفذه، عشان كل الكلام يتعمل يحقق أهدافه، لأن ما كانش ممكن نبني على خطوة ويكون تحت منها مفيش أساس ليها، ما نتحركش تحرك. وأنا بتكلم معاه أنا بقول له ما تعمل لي 400 ألف فدان دول السنة دي، يرد عليا بها يقول لي خلي بالك احنا الترعة هتبقى مش عارف ايه وحجم المية اللي فيها ايه، مش كده برضو يا بهاء ولا انا مش واخد بالي؟ اذا يا جماعة واحنا بنتحرك في كلامنا، ودلوقتي وانا بقول الكلام دوت عشان انا بطبيعتي انا بطبيعة الحال بحب دايما ابقى شايف ومتابع واسمع الكلام كله، وده مهم. لكن وانا بقول الكلام ده ليه دلوقتي دي في اللقاء ده مش رد على حد، لسه قدامنا في الحوار الوطني ده دكتور مصطفى كلام كتير، وهنستنى وهنسمع وهنكلم احبابنا في كل من اللي بيطرحوه. انت الملف منتبه له كويس قبل ما تتكلم فيه؟ مذاكره؟ أقول حاجة، البيانات متوفرة؟ طبعا البيانات متوفرة، طبعا كل البيانات موجودة على مواقع الحكومة وعلى موقع رئاسة الجمهورية بالتفصيل. المهم انك انت تعمل منها سياق زي ما قلت كده في الموضوع اللي انت عايز تتناوله، في النهاية تقول انا شايف ان انتم عملتوا او بتعملوا 1 2 3 4، واتصور بالعلم وبالتخطيط كان يتعمل كده كانت نتائج هتبقى افضل، وانا محتاج اسمع ده مش انا بس كمسؤول، لا كلنا حتى الحكومة. بس من فضلكم ما تفرغوش مضمون عمل كان فيه كرم كبير من ربنا علينا كلنا، مش على الحكومة ومش عليا ومش على البلد الناس اللي بتشتغل، لا على مصر. خايف لنكون احنا بنجحد او جاحدين مع كرم ربنا علينا. الكلام ده اتعمل، مش ده الكلام اللي انا بتكلم فيه، ده اتعمل مع دولة مستهدفة بإرهاب وتطرف وجماعات قاعدة تتكلم ليل ونهار وعناصر بتتكلم بكلام لا يليق والله العظيم، يعني بين الكذب والبهتان والإفك و يعني مش ممكن. ولكن
ربنا موجود ومطلع وشايف، ومفيش كلمة هتتقال أو تتكتب إلا ما صاحبها هيتحاسب عليها، مش مني، من ربنا. إذا كنت بتؤمنوا إن في ربنا اللي بيكذب وفاكر إن ده، واللي بيقول إفك وبهتان على الناس، إذا كان هو مؤمن إن في ربنا، الكلام ده هيتم الحساب عليه. وصاحبه، صاحبه اللي هو بقى بيساء لي، ما عرفش الكلام ده هتعرفوه اللي يعني اللي هم بيكتبوا كده، دي صدقة جارية. صدقة يا دكتور مصطفى؟ صدقة جارية، يعني كل مسؤول في الدولة يساء لي ويتقال فيه كلام مش مظبوط، كذب، أو حتى في موضوعات من اللي احنا شغالين فيها دي ويتم الإساءة ليها أو تفريخها من مضمونها، كذب، سواء بقى تقصد أو ما تقصدش. لأن أنا قلت قبل كده إن المرأة لا يصدق ويتحرى الصدق. يتحرى الصدق ده إنك لا تبلغ ما لا تعلمه، مش سمعت حاجة تروح مرددها وانت لا، قبل ما تقولها بقى بنام هتنشرها على الناس، ذاكرها كويس. ف صدقة جارية، يعني أعراض الناس يا دكتور مصطفى لما يساء ليها يعني دي هتبقى ايه؟ صدقة جارية. كل من يقراها دلوقتي او حتى بعد ما المسؤول ده او المسؤولين دول يقابلوا ربنا يلاقي الأجر جاي له، أصلهم شتموك، أصلهم أساءوا إليك، أصلهم حد أرى الإساءة دي فدي أجرها. الحكاية كده، أنتوا فاكرين الحكاية مع ربنا حكاية كده؟ ده مثقال ذرة، مثقال ذرة خيرا يرى ومثقال ذرة شرا يرى. اللي هيعمل طيب أجره على الله، واللي هيعمل راضي حسابه على الله. اتفضل يا بهاء. تحت امر سيادتك فندم. ثم استكمالا وتاكيدا لكلام سيادتك فندم، احنا بنتكلم عن مشروعات البنيه الاساسيه اللي الدوله سيادتك يعني نفذتها، وده بما يتميز به المشروع بموقعه العبقري لقرب سيادتك بين كل المحاور. عندنا سيادتك المحور الاقليمي، عندنا توسيعه سيادتك محور رود الفرج اللي هو محور الضبعه الجديد. ده فندم يعني بيفرق معانا كتير جدا سيادتك، طبعا في نقل السلع الوسيطه، في نقل المحاصيل، قربها من المواني والمطارات، اضافه كبيره جدا سيادتك للاقتصاد الزراعي داخل هذا المشروع. ياتي بعد ذلك فندم اداره الرقمنه، واحنا هنا سيادتك قدام اداره قويه جدا. المشروع سيادتك بيبني عليها قراراته، فيها قسمين، قسم سيادتك الداتا اناليسيس او تحليل البيانات، واحنا بنحلل كل البيانات حتى سيادتك، والقسم ده سيادتك بيقيم اداء الموظفين ودوره ان هو يعضد الايجابيات ويتلاشى السلبيات سواء في العمليه الانتاجيه او العمليه التنفيذيه. القسم الاخر هو قسم التنبؤ، وده سيادتك بيتنبأ بالازمات العالميه وارتفاع اسعار العالميه، وايضا برضه سيادتك زي حاجه زي المتغيرات المناخيه، وهنتكلم عنها سيادتك في دور الصوب في هذا الايه، في هذا التغير المناخي. البحث العلمي سيادتك احنا بنقوم بعمليات البحث العلمي مع مراكز البحوث الزراعيه زي المركز القومي للبحوث ومركز بحوث الصحراء والزراعه وكليات الزراعه، وفاتحين سيادتك يعني بابنا لكل الابحاث داخل هذا المشروع. تنميه الموارد البشريه، المورد البشري والاستثمار في العنصر البشري اهم نجاح هذه العمليه فندم، ويقدر ب 80% منها. دي سيادتك احنا بنعمل برامج للزراعيين والاداريين والفنيين، وايضا في دعم كامل من اداره المشروع سيادتك، سواء الدعم الاجتماعي او المادي او الدعم الصحي، وده سيادتك بيحقق تنميه روح الولاء لهذا المشروع. ايضا يا فندم في هذا يعني في هذا البند او في هذا المحور احنا بنتكلم على خلق جيل جديد يجابه التوسعات المستقبليه بنظام الزراعه الحديثه، وده مهم جدا سيادتك لاعتماد هذه المشاريع على العنصر البشري. ياتي بعد ذلك يا فندم زياده القيمه المضافه، وده من خلال سيادتك وجهت بعمل منطقه صناعيه ليصبح في تكامل زراعي، وقرب المنطقه الصناعيه من مركز الانتاج بيحقق وفره كبيره جدا سيادتك في التشغيل، وده سيادتك ايضا يا فندم بيتم حاليا في اولى خطوات البدء له. ثم هنا فندم بنتكلم عن مشروع مستقبل مصر والمحاصيل الاستراتيجيه.
احنا هنا سيادتك يا فندم من خلال هذه الادارات اللي موجوده او اداره الرقمنه بنرصد سيادتك دايما حجم واردات مصر الزراعيه اللي على اساسها سيادتك بيراعى ده سيادتك في تخطيطنا للمستقبل. احنا بنتكلم عن واردات من مصر من القمح والذره والفول والصويا عام 21 8 مليار دولار، وده رقم سيادتك كبير، ولكن لولا وجود هذه المشاريع اللي نفذتها القياده السياسيه خلال 5 اعوام في خلال هذه الازمه زي ازمه سيادتك روسيا واوكرانيا او ازمه الكوفيد لكانت تفاقمت هذه الازمه، ودي سيادتك الحاجات او دي سيادتك الدعائم الرئيسيه اللي قدرت تسيطر على الازمه داخل جمهوريه مصر العربيه. ياتي بعد ذلك سيادتك احنا بنتكلم تفصيلي ثم عن القمح. هنا سيادتك دور مشروع مستقبل مصر وخطته الحاليه والمستقبليه. سيادتك المشروع السنه دي يا فندم زرع 40,000 فدان قمح، ولكن فندم احنا دايما هنا سيادتك بنحافظ على التوازن الانتاجي الزراعي لضمان يعني وجود المنتج في الاسواق المحليه او كل المنتجات، ليس السلعه الاستراتيجيه فقط بل جميع السلع. عندنا سيادتك في هذا الاطار احنا متعاقدين مع وزاره الزراعه لانتاج سيادتك 18,000 فدان لاغراض الاكثار والتقاوي يحققوا زراعه 600,000 فدان لهذا الموسم، واحنا هنا سيادتك اغراض الاكثار او التقاوي لما يتمتع المشروع به من جوده مناخ سيادتك وسيادتك معدل اداء وظيفي مناسب، وايضا سيادتك جوده التربه. في موسم 23 ان شاء الله مخطط 120,000 فدان يا فندم تحقق 360,000 طن، ده سيادتك طبعا يا فندم كان على ضوء التوسع، ولكن احنا هنراجع يا فندم تعليمات سيادتك ونشوف لو ان شاء الله يا فندم هتزيد هذه المساحه وفقا للمساحه المنفذه ان شاء الله في البنيه التحتيه. متوقع سيادتك 2024 350,000 فدان، يعني هيضيف المشروع اضافه جديده سيادتك للاقتصاد المصري حوالي 1,000,000 طن. ياتي بعد ذلك لا معلش ارجع هو طبعا انا عارف ان الكلام هيكمل بعضه تمام سيادتك، لكن انا بس حبيت اشاور على نقطه مهمه هنا، ان الكلام اللي بيقوله او اللي بيتقال دلوقتي بيتقال ايه؟ طب لما انتوا عندكم هنا 150 200 300 400 حتى 1,000,000 فدان، ليه كلهم ما بتزرعهمش قمح؟ وده سؤال مهم ان ممكن الناس تساله دلوقتي يا بهاء، ولازم نرد عليه دلوقتي. نقول ايه؟ انت على سبيل المثال بيقول ايه؟ احنا بالتنسيق مع وزاره الزراعه في زراعه لانتاج التقاوي. الارض ارض جديده، ارض بعيده عن الامراض والكلام دوت، وبالتالي هي بيئه صالحه، وبعدين هي ارض على بعضها. يعني بيجي يخش يعمل حاجه ينتجها في 10,000 فدان يقدر يطلع في ال 10,000 فدان دول البرنامج اللي هو عايزه لو محتاج 20 نفس الكلام 30 لغايه 60,000 فدان زي ما بيقول. دي نقطه. النقطه الثانيه ان احنا واحنا بننتج ده حريصين على ان احنا ننتج منتجات اخرى هيبان دلوقتي، عشان بس ما حدش يبقى متصور ان الموضوع هو قمح فقط. لا، هو قمح وذره ومنتجات غذائيه اخرى، لان المكان ده زي ما اتقال كده في من المقدم بهاء، انت خدت الدكتوراه ولا لسه؟ لا لسه سيادتك فندم، ان شاء الله السنه دي باذن الله يا فندم. ربنا يوفقك. الفكره اللي انا عايز اقولها هنا في الموضوع دوت، ان المكان اللي احنا بنتكلم فيه هو قريب جدا من اسواق القاهره والجيزه والاسكندريه، زي ما انتم شايفين المكان ده مكان زي ما اتقال مكان يعني اكتر من رائع وعظيم، وبالتالي ما نقدرش نقول، وبرضه من مش عارف اللي هقوله ده صح ولا غلط، بس من خلال مناقشاتكم عرفته، انا ما اقدرش ازرع القمح كل سنه في نفس الارض ولا ايه يا بهاء؟ طبعا سيادتك فندم لازم دوره زراعيه. السيد وزير الزراعه يردني، مش كده يا فندم؟ يعني انت محتاج دايما انك انت ما تقدرش تقول نفس الارض تتزرع كل سنه قمح قمح قمح، لا بتعمل هنا قمح وبعدين ولا ايه يا فندم؟ هو سيادتك فعلا زي ما سيادتك بتقول ان مساله الدوره الزراعيه وتغيير الزراعه من موسم لاخر بيحافظ على خصوبه التربه ويحافظ على جوده المشروع. وبالتالي احنا حضرتك في اطار زي ما سيادتك قلت كده، احنا لما بنعمل مشروعات كبيره زي حضرتك ما بتقول كده بتاخد وقت كتير من الدراسات والتخطيط، وعلى حسب نوع التربه التراكيب المحصوليه وعلى حسب العائد الاقتصادي لابد ان احنا ناخد في الاعتبار ان المساله احنا كدوله متجهين نحو تدعيم المحاصيل الاستراتيجيه، لكن على الجانب الاخر الامن الغذائي بصفه عامه يعني مهم جدا في مساله الخضر والفاكهه والمحاصيل الزيتيه والذره وخلافه، يعني هي تركيبه محصوليه متكامله بتتحط على ضوء، يعني زي ما المقدم بهاء قال حالا احنا عندنا 1,000,000 فدان، لكن هم بفعل مساله التكثيف المحصولي هيصلوا الى 1.6،
لان احنا من نعم ربنا علينا ان احنا بنزرع اكثر من محصول في خلال السنه، وبالتالي المليون فدان يعني وهيبان في العرض بتاعي 1.6 مليون فدان، وبالتالي بتتنوع المحاصيل على حسب احتياجاتنا والدوره الاقتصاديه. ودائما احنا بنحرص على ان احنا نعظم الانتاجيه زي ما معرض السيد مدير مشروع. احنا يمكن في الفترة اللي جاية متجهين وبدعم سيادتك ان احنا نتوسع في مسألة التقاوي المعتمدة، لابد ان احنا نوسع في مسألة التقاوي المعتمدة. التقاوي المعتمدة من مراكز البحوث بتزيد انتاجيتها، يعني لو بصينا للقمح على سبيل المثال نجد ان الناس اللي زرعت من تقاوي المعتمدة الفدان زاد له حوالي 2 أرداب أو 3. فسيادتك لو نتخيل انا عندي 3,600,000 فدان، لو ضربتهم في 2 أرداب بزيادة معناه ان انا زدت مساحة حوالي يعني مليون أرداب بصفة او مليون كذا بصفة نتيجة التوسع في المحاصيل. فده التوجه اللي احنا متجهين ليه يعني. طب من فضلك اشرح لهم موضوع السخة والعائم شوية سخة برضو، ولا انا حط سخة اللي هو التقاوي الجديدة اللي انت اللي احنا حضرتك التقاوي الجديدة احنا يمكن عندنا جيزة 171 وسخة 95. احنا الحمد لله يمكن متوسط الانتاجيه السنه دي 19 ارداب يعني ما يعادل 2.9 أو 3 طن للفدان، المتوسط العالمي 1.5 طن للفدان. وبالتالي احنا نتيجه البحوث يعني ربنا كرمنا بان احنا بنتوسع في الانتاجيه مع التوسع الراسي بتزيد. احنا يمكن كمان في الرز برضو بنحاول، زملائنا بيكتشفوا اصناف جديده وبتتحمل، عندنا اصناف ان شاء الله. وزي ما سيادتك قلت كده الدوره بتاع الارض بنغيرها من كل سنة، أيضا نوعية الهجن والأصناف برضو بنحاول نجددها كل سنة حتى ما تبقاش يعني تبقى عندها مقاومة للأمراض وتقاوم الصدأ وتقاوم كذا. فدائما بنكتشف البحوث ونطور فيها بصفة مستمرة يعني. أنا بقول كده عشان الناس كلها المزارعين بيسمعونا دلوقتي وهم بيسمعونا مهم أوي يعرفوا إن في تقاوي، لو كانت كميات التقاوي بتاعتنا تكفي الطلب، عشان ما أقولش كلام، لو انا عندي تقاوي تكفي طلب الزراعه القمح على سبيل المثال على الرقم ده، لان انا يهمني ان الفلاح برضو يستفيد. صح. انا بدل ما اطلع 2.5 و4 و2.4 طن للفدان كل كميه هتزيد هو عائد لي قبل ما تكون عائد كمان للايه للدوله للبلد يعني. فلو كانت انا بقول كده لان فرصه في دايما في المؤتمرات دي، لأن حجم التغطية وحجم المتابعة والمشاهدة ليها كبيرة، وبالتالي رسائلنا للناس إن احنا نقول لهم خلي بالكم طبعا الفلاح شاطر في مصر يعني، لكن بنقول له احنا هنقدر نوفر لك التقاوي المطلوبة اللي تحقق لك إنتاجية كويسة ليك ولينا. فلو ده متحقق معالي وزير الزراعة من فضلك طمن الناس وقول لهم احنا جاهزين لده. 100% هو اللي انا عايز اقوله برضه، في بعض المحاصيل الفلاح بيلجأ منها من التقاوي الذاتي بتاعته، لكن بعض المحاصيل ما بينفعش فيها التقاوي الذاتي زي الذره مثلا، فاحنا بنغطي 100% من تقاوي الذره احنا والشركات التابعه لنا اللي احنا بنشرف عليها. بالنسبه للقمح كانت نسبه التغطيه اقل، لما سيادتك وجهت ان احنا نزود نسبه التغطيه المعتمده للتقاوي فاحنا يمكن لجأنا الى هذا المشروع ومشروعات اخرى. احنا السنه دي متعاقدين على مساحات كبيره ان شاء الله نامل ان احنا بس بنوجه برضه زي ما سيادتك بتقول الفلاح والمزارع ان التقاوي ان شاء الله هتبقى موجوده التقاوي اللي عندك في البيت، لان دي بتقلل الانتاجيه. فاحنا ان شاء الله متوسعين السنه دي وهنحاول تدريجيا في خلال سنه حد اقصى ان احنا نغطي احتياجات التقاوي المعتمدة بالكامل لنسبة كبيرة من المحاصيل، يعني الذرة بالكامل، الرز بالكامل، القطن بالكامل، القمح بس كمان بعض الناس كانت بتلجأ في الماضي انها بتستخدم من القمح اللي عندها، لا احنا بنوجه لهم رسالة ان احنا هندعمهم بالتقاوي. ويمكن حتى السنة دي انا وجهت ان نخفض اسعار التقاوي المعتمدة عشان اشجع الناس انها تستخدم التقاوي، وبالتالي ده سبب زيادة الانتاجية. ويمكن لو زملائنا متابعيننا على السوشيال ميديا والحاجات دي في ناس كتير جدا جابت 25 ارداب بالفدان والناس مبسوطة والنتائج كويسة ان شاء الله. شكرا. تمام سيادتك فندم. استكمالا فندم لبرضو احنا في موسم 23 ان شاء الله عندنا 60,000 فدان برضو اغراض اكثر هيحققوا سيادتك زراعة 2 مليون فدان ان شاء الله الموسم الذي يلي. ناتي بعد ذلك فندم هو الذرة
الذره سيادتك مصر بتستورد حوالي 2.5 مليار دولار سيادتك سنويا، ده رقم كبير جدا سيادتك، حوالي من 8.5 مليون ل 9 مليون طن. هنا سيادتك الذره له استخدامات كثيره جدا، منها الصناعات العلفيه والزيت، وايضا السكريات الكحوليه، وبيدخل تقريبا في 250 ل 300 طن بيخشوا في اتجاه السكريات الكحوليه. عندنا سيادتك فندم مشروع مستقبل مصر حاليا هو يقوم زارع وبيكمل بيستكمل زراعه سيادتك حوالي 40 الف فدان في هذا الموسم سيادتك، يحققوا 120 الف طن، ثم ان شاء الله مخطط في 2023 70 الف فدان لتحقيق 220 الف طن، ثم موسم 2024 150 الف فدان سيادتك ان شاء الله فندم تحقيق 450 الف طن. ياتي بعد ذلك فندم احنا بنتكلم على سلعه هامه جدا، ولان احنا يعني بالقرب من الوصول للاكتفاء الذاتي منها، واحنا بنتكلم قدام بنجر السكر. مصر سيادتك بتستهلك حوالي 3 مليون طن سكر، كنا سيادتك من 5 سنوات بنستورد اكتر من مليون طن من الخارج. النهارده في هذا الموسم يا فندم، الموسم السابق احنا عندنا مصر استوردت حوالي من 250 ل 300 الف طن نتيجه حضرتك انتاج من 1.7 سيادتك، يعني احنا 2.7 طالعين السنه اللي فاتت سيادتك سكر، منهم سيادتك 1.8 طالع من بنجر السكر، و9 سيادتك طالع من قصب السكر. وهنا فندم بنقول ان مشروع مستقبل مصر بيمثل 65% من الزراعه الاليه لبنجر السكر في مصر، والحمد لله سيادتك الانتاجيات كبيره جدا. واحنا بنتكلم برضو المخلفات الخاصه بالبنجر اللي هو التفل بتاع البنجر سيادتك او العلف، احنا قدام في هيكل الصادرات اكبر صادرات مصر الزراعيه منها، وقدرت بحوالي 600 مليون دولار سيادتك الموسم السابق. قدام الفول الصويا فندم احنا بنتكلم في 2.3 مليار دولار مصر بتستوردهم، وطبعا سيادتك انتاجه سيادتك لاغراض الزيت، وايضا 75% دائما سيادتك منه بيروح برضه سيادتك لاغراض الزراعه العلف سيادتك، لان هو ماده مالقه سيادتك، وبيبقى للانيمال ارج والحاجات دي كويس سيادتك، وبيضيف اضافه كبيره جدا للعلف. عباد الشمس ايضا سيادتك احنا قدام 380 مليون دولار تم سيادتك استهلاكهم سيادتك، او تم دي حجم سيادتك واردات مصر الزراعيه في موسم 2021. وهنا بيبين دور هذا المشروع فندم في تحقيق اولا 5 مليون طن بنجر سيادتك ب 715 الف طن سكر خلال الثلاث سنوات، ثم سيادتك الفول الصويا في 1000 فدان اكثار بغرض زراعه 40 الف فدان سيادتك فول صويا. عباد الشمس سيادتك 630 فدان منهم اكثار سيادتك ومنهم تصنيع، برضو ايضا سيادتك ل 70 الف فدان الموسم الذي يليه. عندنا رقم سيادتك رصدته اداره الرقمنه داخل المشروع، وده سيادتك رقم بيرسخ سيادتك هنا دور سيادتك التوسع اللي تم حدوثه في المشروع من الرقعه الزراعيه. بنتكلم عن 550 سيادتك مليون دولار تكلفه الفرصه البديله لمحل واردات، واحنا هنا برضو سيادتك بنتكلم عن سلع استراتيجيه فقط، محل واردات مشروع مستقبل مصر بمساحه 288 الف فدان، وذلك خلال 3 سنوات. ياتي بعد ذلك فندم سيادتك تطور المساحة المنزرعة في مشروع مستقبل مصر سيادتك. هنا فندم احنا عندنا سيادتك القمح بدأ باربعة الاف في موسم 2019، النهاردة سيادتك 40 الف، مخطط 120 الف، 2024 مخطط 350 الف. بنجر السكر سيادتك 5000، واحنا النهاردة سيادتك 65 الف، ومخطط 100 الف. ولو احنا سيادتك يعني احنا قدام سلعة لو قدرنا ان احنا نوصل لمرحلة الاكتفاء، بل ان شاء الله سيادتك احنا في طاقة مصانع تستدعي ان احنا نفكر ان احنا نقوم بعد كده بالتصدير ونظرا لارتفاع السكر في السوق العالمي. احنا برضو ايضا سيادتك قدام الذرة بدأ ب 5000، والنهارده سيادتك 40 الف، وعندنا مخطط ان شاء الله باذن الله 70 ثم 150. قطن طويل التيله ان شاء الله سيادتك داخل معانا في الموسم القادم، وهنبدأ ب 5000 وثم سيادتك 15 الف. طبعا الفول الصويا 1000، واحنا ان شاء الله باذن الله سيادتك الموسم القادم هيبقى 40 الف، ثم العباد يا فندم، واحنا هنا برضو سيادتك خطه التنميه الصناعيه اللي سيادتك وجهت بيها مخطط انها تتناسب مع خطه التنميه الزراعيه ان شاء الله. ثم تعاون مشروع مستقبل مصر سيادتك مع شركاء التنميه. شركاء التنميه سيادتك وفقا للتوجيهات يا فندم باستغلال جميع موارد الدوله في تعاون كامل مع الوزارات على راسها وزاره الزراعه في اغراض الاكثار والتقاوي والتجارب، وايضا الابحاث الزراعيه وتحليل التربه وامراض النبات، وحاليا سيادتك تحديث قناه مصر الزراعيه وتحديث الهويه البصريه لترسيخ الارشاد الزراعي داخل القطر المصري.
ثم وزارة الكهرباء لها دور أيضا سيادتك في ربط المشروع من الشبكة الرئيسية. عندنا محطات 350 ميجا سيادتك، مستهدف 1200 ميجا سيادتك داخل الدلتا الجديدة، ودايما سيادتك بيبقى لها دور في عملية الإسعاف الزراعي. لو سيادتك حدث أن احنا تأخرنا في دخول المحطات بيبقى في محطات متنقلة وبتعمل إضافة عشان سيادتك وفقا للتوجيهات أن احنا نلحق دائما موسم القمح من كل عام. ثم يأتي بعد ذلك فندم دور وزارة الموارد المائية وفي الحفاظ على المقننات المائية، وإحنا هنا بنؤكد في أن المرحلة الأولى سيادتك المقننات المائية في حفاظ كامل عليها، سواء بالمسافات البينية ما بين الأبر وبعضها، وتصرف سيادتك طلمبات الرفع هي سيادتك حتى لا يحدث أي نوع من أنواع السحب الجائر. وزارة البترول والثروة المعدنية، إحنا بنتكلم قدام سيادتك خام البتروكيماويات إحنا بنستخدمه سيادتك في عملية البنية التحتية، وبناخد الخام ده سيادتك عشان نصنعه مواسير سواء البي في سي أو البولي إيثيلين، وأيضا إمداد المنطقة الصناعية سيادتك بخط الغاز. وزارة الاتصال سيادتك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إحنا بنتكلم عن حزم برامج سيادتك المشروع هي مادة المشروع بيها وللوصول للحوكمة. أيضا وزارة التخطيط والتنمية، إحنا برضو فندم التحول الرقمي الجغرافي، وده له دور كبير جدا سيادتك. إحنا عندنا برنامج زي بلانت، وهو زيه زي برنامج المسح الرقمي، بيحدد طبيعة وتضاريس، وأيضا سيادتك بيحدد إصابة النباتات سيادتك والري المتجانس والغير متجانس، واحنا بنحاول ان احنا نستفيد من كل موارد الدولة. يأتي بعد ذلك فندم الدور الهام جدا، وهو دور المستثمرين داخل مشروع مستقبل مصر. المستثمرين داخل مشروع مستقبل مصر بيحققوا طفرة نوعية في نمو هذا المشروع، ويقوم المشروع بدعم المستثمرين في جميع المجالات سيادتك، وأيضا دعمهم سيادتك في التنوع الزراعي داخل السياسة الزراعية الموضوعة من الإدارة الاقتصادية للمشروع. أيضا هناك سيادتك تشارك ما بيننا وبين إدارة المشروع وما بين المستثمرين في جميع أنواع الزراعات، وبيبقى فيه طبعا سيادتك تبادل خبرات وتبادل منافع ما بيننا وما بين المستثمرين، وده له دور كبير جدا في التنمية الزراعية داخل المشروع. يأتي بعد ذلك فندم مشروع المنيا وبني سويف واللهون، وإحنا هنا سيادتك قدام منافع مشتركة. إحنا قدام 60,000 فدان حاليا إن شاء الله انتهاء يناير القادم، وبدء زراعة بنوعة سيادتك إن شاء الله في مارس القادم هيكون المساحة كلها بإذن الله فندم منزرعة، ولكن قدام منافع مشتركة. إحنا هنا سيادتك قدام 175 مليون شتلة هيتم زراعتهم شتلات القصب، هو ترسيخ جديد للزراعة سيادتك بالشتلات، وده يا فندم هيضيف إضافة سواء من توفير المياه، وهيحقق أيضا غرض آخر إن إحنا عندنا مصانع موجودة في جنوب مصر عندها عجز سيادتك في المادة الخام، فهنمد هذه المصانع بالمادة الخام لكي تعمل بكامل طاقتها، وإحنا برضو قدام توفير في المياه سيادتك 50% من الري بالغمر، وقدام أيضا عمر نبات أطول بيصل لخمس سنوات، وأيضا قدام إنتاجية أعلى تصل لخمسين طن في الفدان، وإن شاء الله برضو يا فندم هيبقى في محاصيل مختلفة في مشروع المنيا وبني سويف. يأتي بعد ذلك المشروع. من فضلك لو سمحت أرجع لو سمحت أرجو أن احنا نبص على الخريطة دي كويس. اللي أنتوا شايفينه ده اللي هو باللون الأزرق مش كده يا بهاء؟ اللي هو ده الترعة مش كده؟ اللي هي قدامنا دي مش كده؟ تمام سيادتك. طيب أنا عايز أقول للمصريين ولينا كلنا إن الأرض الطبيعية كانت الأرض اللي هي غرب النيل، ده النيل صح كده؟ تمام سيادتك. والأرض دي هي غرب النيل، وكانت دي أرض مش محتاجة لا تعمل لها محطة رفع ولا تعمل لها ترع ولا حاجة، دي المية ماشية عادي خالص، مجرد في أنطرة ترفع المية شوية لو احتاجنا تقوم تدخل على الترع الفرعية العمودية على النهر والناس تزرع. طيب اللي احنا بنعمله هنا ايه؟ الارض دي اعلى من منسوب الترع النيل، وبالتالي اضطرينا ان احنا نعمل مأخذ هنا ومأخذ هنا مش كده برضو؟ تمام سيادتك فندم. مأخذ هنا ومأخذ هنا نرفع المية لأكتر من 70-80 متر إذا كنت أنا فاكر مش كده أب؟ آه. وبعدين أدخلها في الترعة دي أشق ترعة طولها بقى 20-30-40 كيلو عشان أصل إلى الأراضي الصالحة اللي هي أكيد أقل من الأراضي الصالحة اللي كانت موجودة في الوادي. طب دي تكلفة كتير؟ آه كتير قوي؟ أيوة. بس أنا عشان أزرع 60,000 فدان دول وحطهم على خريطة الإنتاج يا دكتور مصطفى ما كانش ممكن قدامي خيار غير كده. على
موضوع تآكل الأراضي الزراعية والبناء عليها من جانب أهلنا، فكان لابد أن الدولة تخش عشان تعمل إنتاج إضافي وبديل للأراضي اللي اتخذت. وإلا يبقى هنبص لقينا بعد شوية نتيجة التعدي اللي حصل خلال السنين اللي فاتت بقى حجم الأراضي تآكل بشكل كبير، والأراضي دي حتى جودة إنتاجها، أنت بتبقي تبني بيت وبعدين المنطقة المحيطة بالبيت ده بتبقى في الغالب ما بتزرعش، لما تيجي تبني بقى في 100 فدان 200 300 400 بيت انت تقريبا خلصت على الارض. لكن هنا حتى هنا في اطلعوا بالطياره كده مش هتلاقوا على مسطح المليون فدان دول بيت واحد. وحتى لما هنيجي نختار نعمل منشآت للناس هنختارها على اراضي غير الصالحه بالمطلق للزراعه، ارض صخريه. انا بشرح الكلام ده لينا هنا عشان بقول تاني اعرفوا ان احنا نتيجة ممارسات عملناها خلال الخمسين ستين سنة اللي فاتوا بنضطر نحط النهاردة عشان نزود اولا انتاجنا عشان نكفي النمو السكاني اللي موجود لازم ازود انتاجي. وقلت قبل كده من يمكن 10 أيام ولا حاجة في كلامي قلت يا جماعة لو كان عدد سكاننا 40-50 مليون كان انتاجنا من الزراعة كان هيكفي طلبنا ومش هنحتاج نشتري حاجة من بره ما امكن يعني. لكن لا، حجم النمو اللي موجود في النمو السكاني لا يتناسب مع حجم النمو اللي الدولة بتعمله ده على مدى السنين اللي فاتوا، فحصل فجوة، حصل عجز، فرق كان لابد ان احنا نشتغل عليه. الكلام اللي بنعمله ده تكاليفه ضخمة جدا، وانا بقول الكلام ده لان ممكن يبقى في نقاش في النقطة دي يا دكتور مصطفى يقولك ايه انتوا بتكلفوا الكلام ده ليه؟ طب انا هرد عليك واقول لك انا عندك بديل تاني. طب ده فرص عمل، كل فدان يشغل له قد ايه؟ طب الحته دي لما اخترنا المكان ده بني سويف في المنيا كان من ضمن الكلام اللي فيها ان الدراسات كانت بتقول ان المناطق دي او المحافظتين دول من اكثر المحافظات الاكثر احتياجا. انا بقول كلام مهذب. طب انا يعني الاكثر احتياجا اعمل لهم ايه؟ اعمل لك فرص عمل تيجي تشتغل هنا ترجع لبيتك اخر اليوم بقرشين تصرف على البيت، ولا سيبك اكثر احتياجا؟ فالهدف مش بس ان انا البي طلب، كمان اوفر فرص عمل، خاصة لو قدرت ان انا اعمل كمان معاها تصنيع زراعي، يعني المنتج اللي طالع ده استفيد منه اكبر استفادة ممكنة. فأنا بقول إن 60,000 فدان دول ما تبصهم يعني لما يطرحهم مدير المشروع فأنت تقول إيه في 60,000 فدان؟ لا لا لا، دي حكايات يا جماعة. وأنا بشرح وبتكلم بالطريقة ديت عشان أوصل الحكايات لينا، اللي ما يعرفش يعرف واللي مش متعلم يتعلم. أنا بقول كلام صعب، واللي مش متعلم يا دكتور مصطفى يتعلم يعرف يعني ايه بلد والبلد دي تعيش ازاي. المئة مليون اللي موجودين على ارض مصر مش عايشين كده، كل موضوع وراه حكايات كبيره قوي. اتفضل. ثم ياتي بعد ذلك فندم مشروع الصوب الزراعيه في اللاهون. واحنا سيادتك لما نتكلم عن الصوب عموما هو اسلوب يتحكم في الظروف البيئيه المناسبه لنمو المحصول. احنا هنا بنقول كده سيادتك لان نرجع تاني لموضوع سيادتك التغير المناخي الذي اصاب العالم. هنا سيادتك بتتكلم عن منافع كبيره جدا لوجود الصوب الزراعيه سيادتك داخل هذا يعني داخل القطر المصري، واحنا تقريبا تصنيفنا الثالث او الرابع سيادتك، عندنا في اسبانيا والمغرب وتركيا بقينا من اكبر الدول اللي عندها سيادتك كم كتير من الصوب الزراعية، وإحنا إن شاء الله مستكملين فندم وفقا للتوجيهات. عندنا 16,000 فدان منهم 1800 صوبة، منهم 800 صوبة أسباني، الصوبة 6 فدان، وعندنا 1000 صوبة مصري هكتار. بنتكلم عن استراتيجية جديدة سيادتك في الزراعة نظرا للتغير المناخي، ان احنا في خطة ان شاء الله موضوعة هيبقى في زراعات من الفاكهة سيادتك هتبقى موجودة. ايضا اما نتكلم عن الفاكهة سيادتك يعني عشان برضو فندم قد يكون سيادتك ان
حد ممكن يستغرب ان زراعات الفاكهه داخل الصوب، لا زراعات الفاكهه داخل الصوب سيادتك في ظل التغير المناخي عندنا مشاكل حصلت في زراعات المانجو سيادتك وزراعات الزيتون الموسم القادم بسبب التغيرات الموسم السابق بسبب التغيرات المناخيه، احنا بنتفادى ده داخل الصوب باستهلاك ميه سيادتك اقل، انتاجيه اعلى، انتاج مبكر ان شاء الله فندم. تاكيدا لهنا احنا عندنا المشروع ده وفي جراف يعني هيشرح طبعا لكن ما فيهوش الصوب الزراعيه، احنا عندنا 40,000 عامل يومي عماله غير مباشره في هذا المشروع و5000 عامل مباشر سيادتك. بدء تشغيل المشروع ان شاء الله فندم في 15 يوليو القادم اول مرحله وهو على ثلاثه مراحل ان شاء الله انتهاء هذا العام باذن الله، وهيكون سيادتك اضافه جديده سيادتك للاقتصاد الزراعي، وهدفنا فيه تنظيم طرح الانتاج طول العام للتغلب على التقلبات السعريه الحاده باذن الله يا فندم. معلش ارجع لو سمحت، انا هنا في الصوب الزراعيه كنت اتكلمت عليها قبل كده وبتكلم عليها، وكان اخر كلام ليا مع الدكتور مصطفى قلت له الصوب الزراعيه بالنسبه لي محطه تحليه، مش كده يا دكتور؟ كلام غريب قوي، يعني انا بدل ما اعمل محطات تحليه واخد الميه ازرع بيها لو ده امر غير اقتصادي على الاطلاق يعني، لكن فقلت له الصوبة الزراعية دي بتاخد الفدان بتاعها بياخد كمية مية أقل من الفدان حتى اللي بيتروي ري حديث. أنا بقول كلام مظبوط مع وزير الزراعة؟ ما أنا عارفة بها، مش كده يا فندم؟ يعني أنا النهاردة لو كنت بزرع الفدان بمتوسط 10 15 20 ألف متر مية في السنة، بالصوبة الزراعية يمكن الكمية دي بتنخفض اكتر من 50-60%. انا بقول كلام معقول؟ طبعا انا مقولش اكتر من كده. لا طيب حد يقول لي طب الصوبة دي الفدان بيكلف مليون جنيه واكتر، ده انا بتكلم كصوبة بس مش كبنية اساسية كهرباء وطرق وحاجات اخرى. الصوبة الحديد دي ساعة لما خدنا القرار ده من 3 سنين ان احنا نعمله كانت بمليون جنيه بهاء. تمام سيادتك فهمت، مش كده؟ بالظبط سيادتك فهمت. ها اللي هي بتغطي فدان، يعني 16,000 فدان دول ب 16 مليار جنيه. 16 مليار جنيه، لكن كمية المية المستخدمة ليهم ل 16,000 فدان دول قد يساوي في الري بالتنقيط تقريبا 4,000 فدان 5,000 فدان. ثم حجم التشغيل اللي هيتم عليهم. إذا لو أنا النهاردة نظريا قلت إن أنا أزرع، لما جيت طرحت الموضوع ده من 4-5 سنين وقلت ان احنا نزرع 100,000 فدان صوب في الوقت ده، او قلنا 50,000 فدان وبعدين بنتكلم في 100,000 فدان، الارقام اللي بنتكلم عليها كفلوس غير موضوعيه خالص. من منظور ايه؟ ان حد اقول له تعالى اعمل صوبه يقول لي ده هتتكلف غير ثمن بنيتها مليون ولا 2 مليون جنيه عشان اطلع انتاج هيجيب لي كام؟ مش هعملها. مش ايه؟ مش هعملها الا اذا كنت هصدر. الا يا بهاء كنت هصدر اذا كنت هصدر، فالتصدير هيقول لك اللي كنت بتقول الكيلو ب 3 4 5 جنيه 7 جنيه 10 جنيه هيبقى ب 2 3 يورو، مش كده؟ وبالتالي لا يدفع فيها. ده منطق ومنطق اقتصادي نحترمه، ولكن منطق الدوله لابد انك يبقى لك مسار مختلف لما كان لك ظروف مختلفه في بلدك، وإلا هتفضل تقول كلام ما يتعملش وتقول حلول ما تتنفس، تقف هنا على البنش تطرحها وتعلنها للناس والنتيجة صفر. والنتيجة إيه؟ لأنك أنت قلت وما تبعتش اللي أنت قلته ونفذته ولا ما نفذتوش، والأرقام المطلوبة ليه اتحققت ولا ما اتحققتش. برضو بقول الكلام ده لينا كلنا اللي موجودين، وانا شايف اعلاميين موجودين معانا قاعدين، اهلا بيكم. القصه قصه المعرفه والاداره. كتير مننا يقول احنا بليه بيتدخل احيانا في البرامج وهي بتتعمل؟ هو عنده وقت يتفرج؟ اه طبعا، لان انا عايز اعرف احنا هنشكل فهمنا ووعينا للناس ازاي. عايز اطمن ان يا ترى زمايلي الاعلاميين اللي موجودين وحتى ضيوفهم لما بيتناولوا قضيه من القضايا بيتناولوها بشكل شامل وعميق بحيث ان انا اللي بيسمعهم يستفيد من ده، ولا محتاجين
نعزز الكلام اكتر ونلقي الضوء عليه اكتر. الكلام اللي بيقولوه بهاء ومعالي وزير الزراعه، اتفضل استريح. اتفضل استريح. وكل المسؤولين الموجودين، مش عايز اقول لكم يعني ايه، مش عايز اقول انا حافظه، مش عايز اقول كده، لكن انا لما بقف هنا بقوله وبقول اعملوا حسابكم في 100,000 فدان صوب، يوم الناس كتير يقول لك ياه انت هتصرف 100 مليار جنيه للصوب. ما هو انا في تحدي ان انا البي لكم او البي لبلدي واهلي وناسي مطالبهم، وهعرف بفضل الله ازاي اعمل دي. مش هعرف، انا عرفت وبجري عليه. مش انا قايل لك شوف لي مين الشركات المصريه اللي مستعديه تعمل تصنيع للصوب المصري، مش كده يا بهاء؟ تمام سيادتك. عشان نعمل قد ايه؟ سيادتك اديت توجيهات ان احنا هنعمل هنا 15,000 فدان كمان سيادتك، في 300,000 فدان اللي احنا بننفذهم يا فندم. عشان اعمل ايه؟ لان ال 15,000 فدان دول انتاجهم هو مش زي انتاج الفدان العادي. يبقى وفرت ميه اكتر من النص، زودت انتاج للصوبة اللي بتطلع، شغلت ناس يعني اوفر فرص عمل. اذا كنت بتكلموا على في 800,000-900,000 او اكتر بينزلوا سوق العمل سنويا، طب ما حدش قال الناس دي هتعيش ازاي؟ ما هو قبل كده كان ممكن من 40-50 سنه كانت الحكومه توظف وتشغل، بس الموضوع ده خلاص بقى تجاوزته القدرات بتاعه الدوله انها تقدر توظف كل سنه مليون. هتشغلهم فين؟ ثم التجربه والمسار عمل ايه؟ يا ترى حقق اهداف الكلام ده كان لصالح الاقتصاد وصالح التشغيل، ولا كان عبء على الدوله وعبء على تقدمها؟ ثبت مش من دلوقتي، من سنين طويله فاتت، ان القطاع الخاص قادر على ان هو يدير عمله بكفاءه عاليه. وانا بقول هنا عشان الشغل اللي انتم شايفينه ده اوعوا تفتكروا انه بيتعمل واللي بيديره ويشغله لا، ده انا كنت بتمنى ان احنا، والمفروض ان احنا بنقابلهم يا بهاء، ان هم المستثمرين اللي بيقوموا بالشغل ده. بس هم هنا انا ما اقدرش اقول لهم تعالى اعمل البنيه الاساسيه بتاعه المشروع ده، لكن انا بقول له ايه، انا هكفيك الموضوع ده كله، وتعالى انت خد الالف فدان، الالف فدان ازرعهم طبقا للدوره الزراعيه المناسبه ليك ولينا للبلد يعني، ثم ليك انت كمستثمر عشان تحقق ارباحك. فمزرعه اللهون اللي بيتكلم عليها دي موجوده في الفيوم، وبالتالي برضو من المحافظات اللي كان عندها يعني محتاجه ان يبقى في تشغيل فيها كويس. فلما تيجي تقول النهارده هناك اقدر للصوبة مثلا فرد او اتنين يشتغلوا فيها بشكل دائم على مدار السنه، يعني انت بتتكلم في 16-30,000 بني ادم برضو هيتحرك يجي اخر اليوم واخد يعني قرشين يعيش بيها هو واسرته يعني. اتفضل. تمام سيادتك فندم. اذا سيادتك سمحت لي فندم، هو برضه في قطاع كبير من المستثمرين الزراعيين موجودين سيادتك هنا فندم. ان شاء الله فندم سيادتك احنا قدام مشروع مستقبل مصر في ارقام، وده سيادتك امر هام جدا. من عام 2017 200,000 فدان تم استصلاحهم سيادتك، ثم سيادتك عندنا محطتي كهرباء 350 ميجا في 10 اشهر 150,000 فدان اضافيين لتصبح المساحه 350,000 فدان. عندنا في 3 اشهر سيادتك تم استصلاح وزراعه مساحه اضافيه اخرى سيادتك اللي هي ال 10,000 فدان، ان شاء الله ال 34,000 فدان يا فندم في هذا العام. ان شاء الله سيادتك عندنا مليار جنيه ميكنه زراعيه ولما تحققه من قيمه مضافه للزراعه داخل المشروع. ايضا سيادتك 2023 300,000 فدان وسيادتك، وهنراجع يا فندم ان شاء الله. منطقة صناعية سيادتك مرحلة أولى سيادتك وجهت بيه وبدء حاليا تم البدء في التنفيذ مليار جنيه، وهنتعرض لها أثناء الشرح دلوقتي سيادتك. عام 2024 400,000 فدان مستهدف، تخفيض في قيمة حجم واردات مصر المحاصيل الاستراتيجية من القمح والذرة والفول الصويا والسكر في 24 إن شاء الله فندم مليار دولار كتكلفة فرصة بديلة. أيضا سيادتك التكلفة الاستثمارية ورأس المال العامل في مشروع مستقبل مصر
133 مليار في 2024، وحيوضح سيادتك الانفوجراف القادم تطور رأس المال العامل والتكلفة الاستثمارية في مشروع مستقبل مصر مرورا سيادتك من أول 2019 حتى إن شاء الله سيادتك 2024، والإنفوجراف ده سيادتك بيوضح مراحل تطور رأس المال العامل والتكلفة الاستثمارية داخل المشروع. سيادتك احنا هنا فندم قدام تطور معدلات الأيدي العاملة بمشروع مستقبل مصر، واحنا هنا سيادتك بنتكلم عن محور الضبعة وليس عن المشاريع الأخرى المنيا وبني سويف واللهون، وهنا سيادتك بنتكلم عن في سيادتك 19 كان 600 عامل 6600 عامل و23 ألف غير متغير، ال 600 هي سيادتك العمالة المباشرة وال23 عمالة غير مباشرة، مرورا بعد ذلك فندم ب 2400 ثم سيادتك 9000 ثم سيادتك مرورا احنا النهارده 350 ألف فدان، عندنا 10000 سيادتك عامل مباشر و360 ألف عامل غير مباشر. ان شاء الله فندم بانتهاء المشروع في 2024 هيكون عندنا 21 ألف عامل عمالة مباشرة، وعندنا سيادتك مليون ونص عمالة غير مباشرة. هنا سيادتك احنا قدام اللي سيادتك فندم تفضلت بيه ان احنا بس مش بنزرع محاصيل استراتيجيه فقط، ولكن احنا قدام زراعات موسم 18 19، وهنا فندم الجدول اللي موجود امام سيادتك ده بيبين ايه التنوع الزراعي. ثم احنا هنا سيادتك في موسم 2021 باين فندم هنا سيادتك جميع تطور المحاصيل الزراعية داخل مشروع مستقبل مصر، ليست محاصيل استراتيجية بس ولكن جميع المحاصيل، وده دايما سيادتك يعني في السياسة والتوازن داخل السوق المحلي وتصدير الفائض هو سيادتك ده موضع تخطيط واعتبار بالنسبة لنا. يأتي بعد ذلك فندم بنتكلم عن المنطقة الصناعية، واحنا هنا سيادتك بنتكلم عن حاجة سيادتك كنت وجهت ببدء العمل فيها، واحنا بنتكلم عن ثلاجات تبريد، وطبعا سيادتك قرب المنطقة الصناعية من مركز الانتاج ليه سيادتك يعني وفرة كبيرة جدا، وبيحقق مبدأ وفرات السعة من توفير المنتج. عندنا دائما سيادتك في 5% فقد بس بيحصل للمنتج أثناء النقل غير تكلفة النقل. أيضا فندم عندنا محطات الغربلة ومحطات الفرز والتعبئة وأيضا الصوامع إضافة جديدة جدا سيادتك للمشروع القومي للصوامع، وأيضا المحافظة على السلع الاستراتيجية. في هنا سيادتك بس حاجة احنا عاملينها ملحق بهذه الصوامع مجففات للذرة، واحنا سيادتك هنا دايما عشان نسبة الرطوبة بتاعة الذرة ما تزيدش ده بيمكننا ان احنا نزرع شهر مبكر، فبيمكننا ان احنا نقدر نحقق دورتين للذرة، فنحاول ان احنا نسد في حجم الواردات اللي جاي لمصر. عندنا برضو معامل التربة و يا بهاء اشرح كلامك. حاضر فندم، اشرح فكرة المجففات دي احنا عملناها ليه؟ تمام سيادتك، وهتحقق لنا يعني ايه اعمل اتنين موسم دورة زراعية؟ تمام سيادتك، يعني اشرح للناس عشان يمكن في ناس في الريف عايزين يفكروا في الموضوع ده. تمام سيادتك كده يعني. تمام سيادتك فاهم. طبعا سيادتك بنتكلم في الصوامع المجففات، احنا نسبة رطوبة الذرة اما بنزرع في عروة مارس دايما لما بيخرج الذرة، الذرة دايما بيحتاج جو سيادتك يعني جو سيادتك حر في عملية الحصاد بتاعته، عشان سيادتك بتزيد من عملية الإصابات لو احنا النهاردة حصدنا في شهر 10، في شهر 10 و11 بيبقى الأغراض مش حبوب بيبقى أغراض للسايلج، فنقدر ان احنا سيادتك من خلال المجففات ان هو يخرج في شهر 5 يخش المجففات نقلل الرطوبة بتاعته، وده اللي احنا عاملينه سيادتك في الصوامع. ثم يعني يقصد بهاء ان احنا يعني نرجع كده لأيام سيدنا يوسف، ليه هو كان ساب القمح في سنابله؟ يعني لان هو لو كان عمل له حصاد وبالتالي هو لما بنكون بنتكلم على دول متقدمه بتدينا ذره بيبقى عندهم فرصه ان هم يجففوا الذره ده ويدوه لنا مجفف فيتحمل النقل ويتحمل الـ 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 يعني عمليه التصدير والتخزين. بعد كده عندنا مكان ده ما كانش بيتعمل، وان كان بيتعمل ما بيتعملش على مسطحات ضخمه، فبالتالي لابد ان الذره يستهلك في حينه. المجففات اللي بيتكلم عليها دي تروح لي ان انا لما نشف الذره ده ان انا احطه في الايه؟ في الصومعة اخزنه عشان نعزز ونضيف قيمه في استخدامنا للذره على مدار العام لو امكن. يعني
مش كده يا بهاء؟ تمام سيادتك، كنت عايزك تقول الكلمتين دول. تمام سيادتك فندم. اتفضل. ايضا يا فندم، معامل التربه وامراض النبات لها دور كبير جدا في اتخاذ القرار الزراعي، وايضا سرعه اتخاذ القرار الزراعي يا فندم بيفرق في عنصر التكلفه الهام بالنسبه للاسمده والمبيدات وتحديد الايه الامراض، وده برضه يا فندم بيفرق معانا في تنفيذ البنيه التحتيه، ان احنا ازاي دايما بنحدد طبيعه الارض وطبيعه التضاريس اللي موجوده والتصنيف الحقل للتربه والزراعات الملائمه لها. برضه سيادتك احنا هنا قدام المرحلة الثانية، فبنتكلم سيادتك عن مصنع البصل والثوم المجفف، وزي سيادتك يعني اما قلنا فندم ان احنا وفقا لخطة التنمية الزراعية بنحط خطة التنمية الصناعية عشان سيادتك يبقى خطوط الانتاج تعمل بكامل طاقتها، وده فندم برضو احنا واضعينه يعني موضع اعتبار بالنسبة لنا. مصنع الزيت هيكون فيه توسع في الوقت ده في الزراعات الزيتية سيادتك والمحاصيل الزيتية، وعندنا مصنع العلف برضو كنا تكلمنا سيادتك ممكن يخش فيها الاعلاف الخاصة سيادتك بعباد الشمس والصويا، وهيخشوا معنا في مصانع الاعلاف. ايضا مصنع الخضروات المجمدة، وده برضو سيادتك بيعمل يعني يقدر ان هو بيحافظ على المنتج اكبر فترة ممكنة، ويعني هو بيمتص الفائض من الانتاج. نهاية يا فندم، مشروع مستقبل مصر ليس فكرة ولكنه واقع ورؤية طموحة لشعب عظيم ورئيس مؤمن بحياة كريمة لهذا الشعب. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر يا فندم. تعالي سيادتك فندم. طريق صعب وكان في نظر البعض أشبه بالمستحيل، تحديات كثيرة واجهت مصر وأزمات كبرى ضربت العالم أجمع، ورغم كل ذلك وبالإرادة وبالعزيمة والإصرار وتحت قيادة سياسية حكيمة نستكمل طريقنا في التنمية والبناء في جمهوريتنا الجديدة. الآن نتابع الفيلم التسجيلي مستقبل مصر. بلادي 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 لك حبي وفؤادي، مصر يا أم البلاد أنت غايتي الحمد لله رب العالمين. احنا في وضع افضل كتير، وكل يوم بالعمل والجهد والصبر والتحمل والامانه والاخلاص، وقبل ده كله كرم ربنا الكبير علينا. مشروع مستقبل مصر، الباكورة الزراعية لمشروع الدلتا الجديدة. الزراعة هي سر القوة والحياة، واللي بيمتلك قوته بيمتلك قراره. علشان كده وضعت القيادة السياسية مهمة العمل على توفير الأمن القومي الغذائي للمصريين من أهم أولوياتها. فبدأت على الفور في تنفيذ خطتها الطموحة للتوسع في المشروعات التنموية الزراعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة لكل المصريين. إن شاء الله مفيش نقطة مية نقدر نستخدمها أو حتة أرض نقدر نزرعها إلا ما نزرعها. وفي عام 2017 كانت البداية بانطلاق مشروع مستقبل مصر باستصلاح 200 ألف فدان، واللي بيقع على محور رود الفرج الضبعة، واللي أضاف عدة مزايا استراتيجية كتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وسهولة وصول مستلزمات الإنتاج ونقل المحاصيل الزراعية إلى الأسواق المحلية
والتصدير للأسواق الخارجية لتوفير العملة الصعبة. يعني تلحق الموسم القمح الجاي؟ هنلحق سيادتك موسم القمح. وتماشياً مع خطة الدولة بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية لمواجهة التحديات العالمية، تم العمل على مدار الساعة لسرعة استصلاح وزراعة مساحة 150 ألف فدان كمساحة إضافية، ليصبح إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة 350 ألف فدان. إنجازات عملاقة بالتعاون مع شركات البنية التحتية، فتم تنفيذ أعمال الاستصلاح وحفر الآبار والمياه الجوفية وتركيب أجهزة الري المحوري واستخدام أحدث الطرق الزراعية المتطورة المعتمدة على نظم الزراعة الرقمية، إلى جانب توسيع محور الضبعة وإنشاء الطرق الرئيسية والداخلية للمشروع وإنشاء الشبكات الكهربائية وربط شبكة كهرباء الدلتا الجديدة بشبكة كهرباء مشروع مستقبل مصر. ومن الدلتا القديمة تمتد شرايين الحياة للدلتا الجديدة من خلال ترعة مستقبل مصر بطول 41 كيلومتر لإحياء واستصلاح 700 ألف فدان إضافية، ليصبح إجمالي الأرض المستصلحة 1,050,000 فدان في مشروع الدلتا الجديدة، لتوفير المحاصيل الاستراتيجية كالقمح، الذرة الصفراء، بنجر السكر والمحاصيل الزيتية والخضروات. وده لتحقيق أعلى معدلات الإنتاج الزراعي وبأقل تكلفة، ونتاجاً للجهد المتواصل وتطبيق العلم الحديث، ومع بدء عجلة العمل وظهور الإنتاج من المحاصيل المختلفة بجودة عالية، فقد وجه فخامة الرئيس بالبدء في تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة بإجمالي مساحة 2.2 مليون فدان لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى الوصول لمستوى الاكتفاء الذاتي. أسود واقفين في حبك يا بلادي، طموحنا مالوش سقف، أحلامنا ملهاش نهاية، تحدياتنا قوية لكن إرادتنا أقوى، وتستمر مصر تمتلك قوتها وقرارها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ودائما تحيا مصر. القطاع الزراعي في مصر شهد تطورا كبيرا في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تنفيذ الكثير من المشروعات الزراعية الكبرى بالاعتماد على تبني مفهوم الكيانات الزراعية العملاقة، والتي تتمتع بالقدرة على إحداث نقلة نوعية في قطاع الزراعة الحديثة. حول دور وزارة الزراعة أحد شركاء التنمية في مشروع مستقبل مصر، يحدثنا السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بالأمس القريب وبالتحديد في 21/4/2022 شرفنا بافتتاح سيادتكم لموسم حصاد القمح لعام 2022 من مشروع تشكى الخير بجنوب الصعيد، باعتبار أن هذا المشروع يعد أحد صور نجاح الجمهورية الجديدة في تدعيم ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة ضمن أهداف استراتيجية مصر 2030. هذا ولعل من الأهداف الاستراتيجية لمستقبل تحقيق الأمن الغذائي المصري، زي ما سيادتك وضحت حالا، الأمور بتبقى في إطار تخطيط وفي إطار استراتيجية وفي إطار محاور. حطينا أهداف الاستراتيجية ل 2030 كان أهمها
الحفاظ على الموارد الاقتصادية المتاحة وتنميتها، أيضا كان بنستهدف إحداث تنمية شاملة واحتوائية، وبتستهدف أيضا في ذات الوقت التكيف مع التغيرات المناخية. وكان أهم محاور تحقيق هذه الاستراتيجية هو المحور الكبير اللي سيادتك بنتكلم عنه دلوقتي، محور التوسع الأفقي. المحور الثاني ومحور التوسع الرأسي اللي بيتم بالتوازي مع محور التوسع الأفقي في سبيل زيادة الإنتاجية، أيضا زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، وأيضا من المحاور المهمة اللي بنشتغل عليها حاليا إنفاذ الزراعات التعاقدية. يمكن اشتغلنا في محاصيل كتير زي القمح زي ما سيادتك أعلننا، وفول الصويا وعباد الشمس، وإن شاء الله أطلقنا في الأسبوع الماضي الزراعات التعاقدية بالنسبة لمحصول الذرة. أيضا زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي مع تدعيم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي. وأيضا من المحاور المهمة لتدعيم وتحقيق الاستراتيجية هو أهمية تغيير أنماط الاستهلاكية كأحد الآليات لتخفيف الضغوط على الموارد المحدودة. واليوم ونحن نشرف بافتتاح سيادتكم لمشروع مستقبل مصر، باكورة مشروع الدلتا الجديد العملاق، نستأذن في أن يكون الأرض حول محور التوسع الأفقي باعتباره أهم محاور استراتيجية الزراعة، إذ يمثل دعماً قوياً لتأمين منظومة سلد غذاء المستقبل لشعب مصر العظيم. أهم مشروعات التوسع الأفقي عندنا مشروع الدلتا الجديدة العملاق اللي يعتبر مشروع مستقبل مصر أحد باكورة هذا المشروع، عندنا مشروع تنمية جنوب الوادي تشكى الخير، مشروع تنمية شمال وسط سيناء وإن شاء الله قريباً هنشرب به افتتاح سيادتك له، مشروع تنمية الريف المصري الجديد، أيضاً مشروعات أخرى بمحافظات الصعيد والوادي الجديد. ويعني الجدير بالذكر أن العمل في كل هذه المشروعات بيسير فيها من كل الجهات المعنية بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقاً للأهداف المنشودة. طب أهم مدافع التوسع لمشروعات التوسع الأفقي، أولاً زيادة الرقعة الزراعية تعويضاً عن فاقد الأراضي الزراعية نتيجة التوسع العمراني والزحف العمراني، وده كان لازم محور مهم عشان نقدر نعوض ونوفر مسألة وندعم الأمن الغذائي. أيضاً من المحاور المهمة هو رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي النسبي. من الأهداف الرئيسية أيضاً هو رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية من وحدتي الأرض والمياه، سواء ترشيد المية أو زيادة الإنتاجية أو زي ما سيادتك قلت محور الزراعات المحمية والسوى. أيضاً من المحاور المهمة جداً زيادة الصادرات الزراعية أو التصنيع الزراعي من المنتجات الزراعية، الهدف منه أيضاً دعم احتياطي مصر من العملات الأجنبية. ومن الهدف الرئيسي لمشروعات التوسع الأفقي هو تعميق مبدأ التنمية الاحتوائية والمتوازنة، لأن كل مشروعات التوسع الأفقي لو نلاحظ كده منتشرة في كل أنحاء الجمهورية، وبالتالي ما نركزناش على مكان معين عشان نحقق تنمية احتوائية. سيادة الرئيس، الأهمية الكبيرة أيضاً لمشروعات التوسع في استصلاح الصحراء بيتسق مع مبادرة الدولة المصرية التي أطلقتها خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف 14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ في نوفمبر 2018، والرامية إلى تعزيز التناغم بين اتفاقيات ريو الثلاثة المعنية بتغير المناخ ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي. الجدير بالذكر أن كثير من الدراسات الحالية في العالم تشير إلى أن العالم يفقد كل عام ملايين الهكتارات بسبب التصحر والجفاف والتغيرات المناخية، وما سوف يستتبع ذلك من خسائر في الناتج الإجمالي العالمي وفقد لكثير من الوظائف خاصة الشباب والمرأة، وما يعمق من حدة هذه التأثيرات الأمن على الأمن الغذائي تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية. في حين بقى نجد أن الدولة المصرية بتتبنى برامج قومية لاستصلاح الصحراء تدعم موقف مصر، وسوف يكون له انعكاس ملموس وصدى كبير خلال استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 في شرم الشيخ بنهاية هذا العام. أنماط الزراعة في المشروعات الكبرى بتتميز باستخدام الزراعات الذكية والابتكار الزراعي، وده بيعظم من مستوى الإنتاجية. أيضاً بنستخدم الميكنة الحديثة على نطاق واسع، أيضاً بنستهدف التوسع في أنشطة التصنيع الزراعي والأنشطة الأخرى المرتبطة بهذا النشاط.
أيضا بتستهدف خلق تجمعات تنموية جديدة، وأيضا الهدف الرئيسي كمان إن إحنا بنتلافى مشكلة التفتت الحيازي اللي موجود في أراضي الدلتا القديمة، مع تعظيم شراكة القطاع الخاص في كل مراحل الاستصلاح. والمعروض يمثل صور من التطبيقات الحديثة لاستخدام التكنولوجيا في الزراعة الذكية والرقمية، وأيضا تطبيق الميكنة الزراعية الحديثة على نطاق واسع، الهدف من ذلك بيقلل من الفاقد ويعظم من الإنتاجية ويحسن من جودة الإنتاج، وفي نفس الوقت ترشيد استخدام المياه. وزي ما سيادتك قلت إن مسألة استصلاح الصحراء مش مسألة باليسيرة، ده بتمر بالعديد من المراحل والإجراءات اللي بتستهدف وتستغرق وقت وجهد وتكلفة كبيرة جدا من كل الجهات والوزارات ذات الصلة تتمثل فيه. أولا أما بنيجي نعمل مشروع استصلاح، أول حاجة بنعملها دراسات استكشافية للأراضي المستهدف التوسع فيها للتأكد مبدئيا وظاهريا من صلاحيتها للزراعة. بعد ذلك بيتم التنسيق مع وزارة الموارد المائية، وفي سبيل تحديد مدى توفر المقنن المائي أو المصادر اللي نقدر نوفر منها المية إيه، يعني المسألة بتاخد وقت وجهد كبير. بعد ذلك بيتم بقى بعد ما نتأكد من المحورين دول أن هناك دراسة تفصيلية وحصر تصنيفي للأراضي للتأكد من صلاحيتها تماماً وتحديد درجة الصلاحية. وهنا زي ما سيادتك وجهت أن إحنا كل المراكز البحثية سواء التابعة لوزارة الزراعة أو في الاستعانة بالجامعات بتتم معانا في هذا الأمر. بعد كده بيتم تخطيط البنية التحتية من طرق وكهرباء واتصالات وأنشطة مرتبطة بتقوم بها الهيئة الهندسية أو الجهات الأخرى اللي بتقوم بهذا الأمر، بتاخد منها جهد وقت طويل، مع تخطيط إقامة محطات معالجة المياه وحفر الآبار ومد الترع ومسارات المياه، ده مسألة كبيرة جدا. وبالتوازي مع ذلك بقى بيتم تنفيذ عمليات الاستصلاح والتسوية وتجهيز الشبكات، ثم بعد ذلك تحديد التراكيب المحصولية واختيار أساليب الزراعة والري المناسبة، ثم بعد ذلك بيتم زي ما احنا في مشروع مستقبل مصر بيتم طرح هذه الاستغلال والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص. أيضا المشروعات الجديدة بتشمل نموذج للتعاون الكبير بينها وبين وزارة الزراعة، سواء زي ما قال السيد مدير المشروع في عمليات حصر وتصنيف الأراضي أو تحديد التراكيب المحصولية أو توفير التأوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية أو الدعم بالميكنة الزراعية أو إنتاج التأوي المعتمدة في كل المحاصيل أو في الزراعات المحمية. سيادة الرئيس، ونحن نعرض على فخامتكم أحد روافد الخير لمصر وهو مشروع الدلتا الجديدة العملاق، حيث يتكون هذا المشروع من مجموعة من المشروعات أهمها مشروع مستقبل مصر وهو باقورة مشروع الدلتا الجديدة، وقد تحدث عن مكوناته بالتفصيل السيد مدير المشروع. أيضا عندنا مشروعات زراعية تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بيتم العمل فيها الآن، عندنا مشروع جنة مصر، أيضا عندنا مشروعات تابعة لمحافظة البحيرة، وأيضا مشروعات تابعة لوزارة الزراعة. هذا المشروع إن شاء الله بيعتبر قفزة عملاقة نحو تنفيذ استراتيجية الزراعة 2030، لأنه ده مشروع تنموي متكامل. كبر مساحة المشروع التي تصل إلى 2.2 مليون فدان وقد تزيد عن هذا الرقم، أن المساحة المنزرعة والمستهدف زراعتها زي ما سيادتك قلت تعادل 30% من مساحة الدلتا القديمة. أيضا هذا المشروع واختيار المكان بيتميز بموقعه الاستراتيجي لقربه من المواني البرية والبحرية وأيضا الجوية زي ميناء اسكندرية ودمياط وسفنكس وبرج العرب. أيضا بيتميز هذا المشروع بأنه بيرتبط بالطرق الرئيسية والمناطق الصناعية الكبرى زي مدينة السادات والسادس من أكتوبر وبرج العرب وغيرها، كما أيضا أن هذا المشروع يمثل امتداد عمراني جديد لمحافظات الدلتا. كما يستهدف هذا المشروع أيضا تدعيم ملف الأمن الغذائي وتخفيض فوضى الاستيراد، مع توفير أنشطة مرتبطة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي. أيضا بنستهدف إقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعات التحويلية والتجارة والخدمات. أيضا بيستهدف إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكاني وتوفير فرص عمل جديدة. أيضا بنستهدف زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم رصيد مصر من العملات الأجنبية. وعلى ضوء الرؤية المستقبلية لمشروع الدلتا العملاق في ظل مخرجاته التي تشير إلى أن المرحلة التي المستهدف زراعتها حوالي 1 مليون فدان منزرعة أو مستهدف زراعتها، أيضا المساحة المحصولية اللي هي للمليون فدان ستصل إلى 1.6 مليون فدان
كنتيجة لأثر التكثيف المحصولي. وعلى ضوء الافتراضات التركيبية زي ما سيادتك قلت، احنا بنتبع نظام الدورات الزراعية وتغيير المحاصيل وآخر. فاحنا مثلاً ولو افترضنا ان احنا هنزرع حوالي 40% محاصيل استراتيجية، 35% محاصيل بستانية وخضر، 25% محاصيل تصنيعية زي المحاصيل الزيتية والقطن وفول الصويا وخلافه، نتوقع أن يساهم هذا المشروع في زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية ومن الحبوب والخضر والمحاصيل الصناعية بنسبة قد تصل إلى من 10 إلى 15% من الناتج الزراعي الإجمالي الحالي. يعني هذا المشروع لوحده إن شاء الله المليون فدان اللي هم يمثلوا زيادة نتيجة التوسع الرأسي واستخدام التكنولوجيا الجديدة من 10 إلى 15% من الناتج الزراعي الإجمالي الحالي الذي يصل إلى حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يدعم أيضاً هذا المشروع قدرات الدولة المصرية في زيادة صادراتها وتنافسيتها بنسبة تصل إلى 15% من الصادرات الحالية، خاصة في ظل المجهودات الاستباقية التي تم اتخاذها لتنويع الأسواق. احنا عندنا سيادتك أكثر من 350 منتج زراعي بنصدره، عندنا أكثر من 150 سوق، صادراتنا في العالم لها اسم. ليه؟ بسبب جودة المنتجات واتباع الأنظمة الجديدة، وأيضا عندنا منظومة بتدعم الصحة النباتية وامتلاك مصري لكثير من المعامل المرجعية والهيئات التي تراقب جودة المنتجات. فخامة السيد الرئيس، يشير الموقف الحالي لمستويات الأمن الغذائي إلى قدرة الدولة المصرية على تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المحاصيل والمنتجات الزراعية. وبإضافة أثر مشروعات التوسع الأفقي بزيادة الأراضي التي سوف تضاف للرقعة الزراعية مع إعمال نتائج زيادة الإنتاجية كنتيجة للتوسع الرأسي واستخدام الزراعات الذكية، خاصة الزراعات الذكية مناخياً اللي بتتفق مع ظروف التغيرات المناخية اللي احنا بنتعرض لها، فإن ذلك سوف يؤدي إن شاء الله إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي وزيادة حجم الصادرات، وأيضاً تقليل الفجوة في المحاصيل الاستراتيجية زي القمح والذرة الصفراء. وفي هذا الصدد سوف نشرح. من فضلك من فضلك رجع بس اللوحة اللي فاتت دي، وأرجو إنك تشرح أكتر على الـ هنا اللي حققنا فيها اكتفاء ذاتي واللي رايحين نحقق واللي ممكن يبقى فيها فجوة خلال الثلاث اربع سنين اللي جايين. احنا الواضح من الخريطه اللي معروضه ان احنا بنحقق اكتفاء ذاتي في كثير من المحاصيل وبنصدر زي الفاكهه والخضر، وعندنا الرز بنحقق فيه اكتفاء ذاتي، الذره البيضاء بنحقق فيها اكتفاء ذاتي، ايضا الدواجن احنا عندنا فائض في الحمد لله بقى عندنا اكتفاء ذاتي من الدواجن، والحمد لله تمكنا بدعم سيادتك ودوله رئيس الوزراء بان احنا تم اعتماد اكثر من 40 منشاه خاليه من انفلونزا الطيور، وبالتالي اصبحنا بنصدر الدواجن لكثير من الدول، وإن شاء الله بما تطور فيها. ويمكن سيادتك أصدرت قرار جمهوري باعتماد أيضا 9 مناطق موجودين في الصحراء للاستثمار في مجال الثروة الداجنة، وده تدعيم لشراكة القطاع الخاص في هذا الأمر. أيضا عندنا منتجات الألبان، ويمكن المشروعات اللي سيادتك وجهت فيها سواء فيما يتعلق بتحسين السلالات أو المشروع القومي البيتيلو، أو إن إحنا متجهين دلوقتي إلى التوسع في المشروعات المرتبطة بالإنتاج الحيواني ثنائي الغرض من اللحوم لرفع مستوى المعيشة للمزارع والمربي الصغير سواء اللحوم أو الألبان، ده عندنا اكتفاء ذاتي فيها. أيضا بيض المائدة عندنا اكتفاء ذاتي. بالنسبة للمحاصيل السكرية زي ما أشار السيد مير مشروع، إحنا الحمد لله عندنا البنجر ومتوسعين فيه إن شاء الله، وعندنا المحاصيل السكرية اللي هي القصب السكر، وبدعم سيادتك إن شاء الله بنطور هذه الصناعة وبنعمل محطتين لزراعة القصب بالشتل إن شاء الله قريبا هنشرب بفتح سيادتك لهم. نسبة المحاصيل السكرية عندنا نسبة الاكتفاء الذاتي عايزين نقول إن إحنا قد وصلنا حوالي 90%. إن شاء الله مصنع القناة للسكر اللي هنشرف إن شاء الله بافتتاح سيادتك له قريبا، اللي عليه استثمارات حوالي أكثر من مليار دولار، طاقته الإنتاجية حوالي 900 ألف طن سكر من البنجر السكر. إن شاء الله بإضافة هذه الكميات إلى الكميات القائمة حاليا هنعتبر حققنا اكتفاء ذاتي، وبدأ التشغيل التجريبي فعلا يوم 9/5. وهذا المشروع يعني عايز أقول برضو وأنتهز هذه الفرصة لوجود المستثمرين من القطاع الخاص معنا، أن هذا المشروع كله استثمار قطاع خاص، وده يمثل نموذج كبير لدعم الدولة المصرية وتبنيها للمشروعات القطاع الخاص، وإن شاء الله نشرب بفتح سيادتك له قريبا. أيضا عندنا القمح والذرة. القمح يمكن إن شاء الله مع
مشروعات التوسع الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية وتحسين مستوى الإنتاجية إن شاء الله ترتفع يعني معدل الإنتاجية، لكن برضو محتاجين نعدل من أنماط الاستهلاك بتاعتنا. فيما يتعلق بالذرة يمكن زي ما دولة رئيس الوزراء بيتابعنا إن شاء الله، وقال السيد مدير المشروع إن الذرة كان من المحاصيل اللي ليها مقومات عشان الفلاح يزرعها، وبالتالي كان الفلاح محتاج حاجتين، محتاج ان يبقى فيه مجففات عشان تقلل نسبة الرطوبة وبالتالي نبقى قادرين على تخزينها. الحاجة التانية كان عايز يبقى عارف السعر مسبقا. احنا تمكننا الاسبوع اللي فاتت بدعم دولة رئيس الوزراء ان احنا نجتمع مع اتحاد الدواجن وبعض اصحاب مصانع الاعلاف، وحطينا منظومة للزراعة التعاقدية في اطار توجه سيادتك في الاصلاح الهيكلي لقطاع الزراعة ان احنا نعمل تدعيم للزراعة التعاقدية، وحطينا يعني اسلوب كويس هيدعم ويشجع الفلاح ان يزرع الذرة بحيث يبقى عارف العائد الاقتصادي منه ايه مقدما. ايضا المحاصيل الزيتية يعني شغالين عليها، سواء الذرة برضه هيبقى موجود مع زيادة محصول القطن والتوسع فيه وتحسين اقتصادياته ومنظومة القطن اللي نجحت وادت الى رفع اسعاره. اعتقد ان كل المحاور دي تؤدي ايضا الى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتية. ايضا نسبة اللحوم مع المحاور اللي بنشتغل عليها سواء المشروع القومي البيتلو او تحسين السلالات او زيادة الانتاجية والمشروعات القومية في مجال الثروة الحيوانية، اعتقد ان شاء الله يعني شغالين كويس على محور الاكتفاء الذاتي للمحاصيل او الانشطة المرتبطة بالزراعة. وده يعني صور بيبين التشغيل لمصنع القناة للسكر، وده كانت باكورة الانتاج اللي طلعت، وان شاء الله يعني بنتابع هذا المصنع وبحيث ان يصل الى اكتمال المنظومه، وان شاء الله نشرف قريبا بافتتاح سيادتك وتشريفك لافتتاح هذا المشروع. فخامه السيد الرئيس يعني ختاما، له من دواعي الفخر ان نتواجد اليوم في واحده من انجازات الدوله المصريه بقيادتكم الحكيمه والرشيده لاحياء صحاري مصر، بما يؤكد ان مصر بجهود قيادتها وابنائها المخلصين تستطيع تامين مصادر الغذاء لشعبها العظيم. شكرا فندم. شكرا، بس انا عندي حلم عايزك يعني اطلبه منك على الهوا كده. شوفوا حجم الرؤوس اللي يمتلكها الفلاح مصر 2 مليون. احنا عندنا 2 مليون وشويه. كويس، ال 2 مليون دول انا كنت اتكلمت في الموضوع ده قبل كده يا دكتور مصطفى، وانا بقول للمصريين الكلام دوت ولكل من مهتم سواء كانت يعني المجتمع المدني ومصر الخير وغيره، وقلته قبل كده، وفي فرق بين ان احنا نقول وان احنا نقدر نعمل ده، وهو حلم كبير قوي بس مش كبير علينا ولا على المصريين. المواطن في الريف المصري اللي عنده راس ماشية من يعني اللي هي مش مطورة مش كده، دي بتاكل اكل زي الاكل اللي بتجيبه راس ممثله ليها تم تطويرها، يعني انا بقول كلام بسيط يعني، وتشرب نفس الشرب بتاعها، دي بتنتج لحم 8 من 10 من الكيلو مش كده ولا 8 كيلو؟ 7 8 كيلو. لا في اليوم مش كده 7 إلى 8 كيلو. طيب 7 من 10 يعني 7 كيلو في اليوم. في اليوم كويس، والتانية بتنتج 1.5 كيلو مش كده؟ يعني بتنتج حوالي من 30-35 يعني في اليوم يعني طيب. حوالي 1.5 حوالي الكلام واضح، كلام واضح لنا كلنا كسامعين ان احنا بنأكل نفس الاكل ونشرب نفس الشرب، وده يطلع لي 7-8 وده يطلع لي 20-30 كيلو لحم في اليوم مش كده؟ ايوه. طيب الاتنين مليون دول لو اتغيروا اتاخدوا، كلام نظري، كلام ايه نظري، اتاخدوا الاتنين مليون دول ودينا للفلاحين اللي هي النوع اللي بيزيد ده، يبقى المليون دول يعملوا قد ايه؟ 15 مليون كيلو، ولا انا مش كده؟ ده دي قيمه اديت للفلاح حاجه، اديته حاجه صح كده، وخليته بدل ما هو الراس دي بتعمل له مثلا
ألف جنيه ولا ألفين جنيه تعمل له أربعة خمسة، صح كده؟ إزاي نعمل دي؟ تتعمل إزاي؟ عايزين تغيروا حياة الناس، مش ليكم، أنا بتكلم علينا إحنا كلنا. أنا المواطن اللي بعرف ده وبجيب أكل رأس المشية بتاعتي وهي في الآخر إنتاجها حجمه معين، وأنا عندي رأس أخرى قد تكون أغلى شوية، مش كده؟ قد تكون أغلى شوية وقد تكون عبء بالدولار يا دكتور مصطفى عشان هتشتريها من بره، هنستوردها. لكن ده برنامج، ده إيه؟ برنامج. يا أهل الخير يلي عايزين تعملوا أعمال بر وعايزين ترفعوا وتحسنوا من حياة الناس، اوعى تكون فاكرين فقط ان البر هو انك انت تدي حد ياكل او تعمله مدرسة بس او حتى جامع. لا، البر كمان ان انا اخلي المواطن ده بدل ما بيكسب له 1000 و2000 اضعف له الرقم، مش كده ولا؟ ده على مستوى الفرد. على مستوى الدولة هو نفس حجم الأكل ونفس حجم المية وضعف كمية الإنتاج مرة أو مرتين، معقول كده؟ معقول. طب إزاي؟ اللي أنا بدخل فيه يعني مع بعضنا يا دكتور مصطفى مش مرتبط بالإنسان. ليه؟ لأن الأرض دي فاضية. الأرض دي إيه؟ فاضية. فالتفاعل مع البشر مش موجود يعني قوي. برنامج بيتعمل وتتحط له موارده ويتنفذ، لكن التعامل مع البشر مشكلة. إزاي أنا أقنعه إن اللي هو بيأكلها نفس الأكل واحدة مثيلة ليها تاني؟ قلت الكلام ده قبل كده بس أنا بشرحه أكتر لأن إحنا لازم نعمله. طب إزاي؟ معرفش. طب منين؟ دكتور مصطفى هيشيل الهم، بس ما هو مفيش حل تاني. طبعا حد يعني ناخد اللي هم الاثنين مليون دول على سنة على سنتين اتبعهم، وانا بعمل الاحلال بحاجة تانية. انا ما بتكلم في بشكل بسيط جدا، انما في النهاية تقول لي بعد سنتين ثلاثة احنا غيرنا الانتاج الحيواني بتاعنا وبقت كل الرؤوس اللي موجودة. انا كلمت على اللحوم، ما كلمتش على الالبان، ما كلمتش ايه الالبان بقى حاجة تانية خالص. لو ده بيعمل 7-8 كيلو برضو كده، التاني بيعمل 20-25 ويمكن اكتر، مش كده برضو؟ صح. فحتى انا بكلم مرة معالي وزير الزراعة قال لي يا فندم بس هنودي اللبن فين، مش كده؟ قلت لي كده. أوه. قلت لك ما هو النهاردة في مصانع ممكن تتعمل للبن المجفف، نوفر لمواطنينا والاطفال بتوعنا انتاج، ولما الحجم بيزيد سعره بايه؟ بيقل. لما الانتاج بيزيد سعره بيقل. انا بعد ما كنت باكل نفس الاكل تقريبا وبشرب نفس الشرب تقريبا زياده شويه ولا حاجه، بعد ما كنت بطلع 7-8 كيلو، الكيلو بكام؟ بقيت اطلع 20-25، ولو العمليه يعني متنظمه اكتر ممكن يبقى اكتر من كده. فالعائد زاد. فالعائد النهارده يبقى الاسره ديت. انا بقول الكلام ده للجامعات الاهليه، ما اعرفش موجوده معانا ولا لا، معرفش موجودة قاعدين معانا ولا لا، جمعيات الأهلية موجودة معانا ولا لا. طيب يعني الأرمن ومصر الخير وكل من له باع في الموضوع، انت بتدي له رأس مسيح عاملة ازاي؟ بتشتريها من السوق المحلي في الغالب، صح كده؟ لكن اللي انت بتديها له دي مش هتغنيه، مش ايه؟ مش هتغنيه، مش هتغنيه. انت عايز تزود دخله كويس. لما استهدف يعني في حد يقول لي طب ما هم بياخدوا تبرعات يا دكتور مصطفى وبيشتروا بيها لحوم على طول وايه ويتصرفوا فيها، ماشي. طب ما هو ممكن قوي وهو بيشتري، وانا بقولها على هوا للناس اللي هتتبرع، لان بعضهم يقول لك ايه لا انا عايزه ياكل. ده صح، ده هدف نبيل وعظيم جدا، لكن انا اقدر بتطوير الفكرة أحسن أكتر من كده، أكتر من أنا أوفر له وجبة ولا وجبتين أدهم له يتصرف بيهم، بأن أنا أديله رأس أو اتنين من ده. أنا غيرت له حياته؟ غيرت. لا صحيح. صح. لو أديت لمواطن
اتنين راس ماشية من دول غاليين وكتير. طب الدولة ممكن تدخل في الموضوع يا دكتور مصطفى؟ تدخل. وزارة التضامن بنطلع تكافل وكرامة وبنطلع ده. ما بقولش ان احنا نوقف لا، لكن نطور البرنامج يبقى مع الجمعيات ديت. اقول اخش على الاسرة ديت اقول له انا هديك، اطمن ان هم عندهم قدرة على ان هم يديروا الموضوع كويس، وادي له راس او اتنين. الراس او اتنين دول يبقى هو الدولة مع المجتمع المدني قدرت تغير حياة الناس بمنتج يزود انتاج لمصر ويخفض تكلفة هذا الانتاج. لان انا بالطريقة العادية اللي انا بعمل بيها دي بأكل بنفس الطريقة وبشرب بنفس الطريقة، والكمية اللي بتجيلي كمية مش كتير. ثم اغير حياة الناس. لما انا النهاردة لو قلنا 2 مليون راس ماشية، يعني مثلا ممكن يكونوا موجودين معملين اسرة مثلا، مش كده متوسط؟ متوسط 2 او 3 يعني. خلينا نقول 2 مليون اسرة، يبقى انا هقدر احول حياتهم، اضاعف لهم دخلهم بالطريقة دي. ولا انا بقول كلام؟ مظبوط. اقدر؟ مظبوط. لا مش مظبوط، انا عارف انه مظبوط. انا هشرح بعد ما حضرتك تخلص الاجراءات اللي عملناها زي ما سيادتك وجهتنا. يعني انت عملت يعني تقدر في خلال 2-3 سنين تقول لي انا شلت كل الرؤوس دي وعملت لها احلال بالرؤوس الجديدة دي؟ انا هبقى لك من الشاكرين ان شاء الله. اتفضل قول بقى. احنا بنشكر سيادتك على هذا التوجه، لكن سيادتك بتتابعنا بقى لنا فترة. احنا يعني برضو زي ما سيادتك قلت كده، في بنية يعني تحتية لابد ان احنا نشتغل عليه. يعني مسألة اما زود اللبن لابد ان يبقى عندي مصدر. انت حضرتك اديت توجيهات ان احنا نعمل مصانع لانتاج لبن البودرة، وبالتالي المليون طن اللي انا بستوردهم من بره اللي هم يمثلهم 100,000 طن بودرة فيعادل مليون طن لبن. فبالتالي لما هننتج المصنع بتاع لبن البودرة هيبقى عايز كمية، وبالتالي لما تزيد الكمية انا بحافظ على مستوى دخل الفلاح. دي نمرة واحد. الحاجة التانية اللي واجهتنا ليها المشروع القومي للبتلو. احنا يمكن الاجمالي اللي انصرف في خلال السنتين اللي فاتوا دول اكثر من 7 مليار جنيه، استفاد منهم اكثر من 430,000 او 440,000 مستفيد، ويمكن ده كان له دور كبير في تحقيق التوازن في ازمة اللحوم اللي احنا فيها ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي. الحاجة التالتة اللي اشتغلنا عليها وفقا لتوجيه سيادتك اللي هو مشروع تحسين السلالات. احنا يمكن قبل من 2-3 سنين ما كناش بنستورد، وكان في مشكلة في يعني تصدير الرؤوس اللي هي العشار او تحت العشار. الحمد لله عملنا فتحنا اسواق كتيرة وبعض الاجهزة موجودة معانا. احنا يمكن وصلنا الى 45,000-50,000 راس موجودة مع شركاء التنمية وبعض القطاع الخاص، وايضا الجمعيات شغالة معانا، يعني جمعية مصر الخير او غيره وغيره. وبالتالي احنا بدأنا ندخل هذه الصناعة وبدأ على اقبال. الحاجة الرابعة ان احنا يمكن زي ما سيادتك صدقت لنا ان احنا نمول هذه المشروعات بتكلفة منخفضة، وبنتعاقد مع البنك الزراعي المصري والبنك الاهلي على ان نمول هذه الرؤوس، وفي طلبات وان شاء الله هنتوسع فيها في المرحلة القادمة، ونأمل ان احنا نحقق الهدف اللي سيادتك بتقوله. الحاجة الأخيرة ان احنا دائما كمان مسألة التلقيح الصناعي، لان انا لما اجيب الراس من بره هتنتج السنة الاولية وهي جاية عشار، فهتبقى محتاجة نفس ان انا مسألة التلقيح يبقى من نفس السلال. فاحنا طورنا مراكز التلقيح الاصطناعي، وبرضو زملائنا في القطاع الخاص بيعملوا، ودي شراكة موجودة. احنا عندنا اكثر من 600 نقطة للتلقيح الاصطناعي، عندنا اكبر 5 مراكز للتلقيح الاصطناعي الكبير. فاحنا ماشيين على هذا الاطار، وان شاء الله هنسعى بكل ما نملك، ويعني دعم الدولة المصرية للفلاح والمربي الصغير اكيد اساس في الاعتبار. وزي ما سيادتك بتقول، اولا بنحسن دخله، بنحقق له استدامة، بنوفر فرص عمل. فاحنا ان شاء الله هنشتغل على هذا البرنامج بكل ما نملك. يعني شكرا. مستقبل مصر مشروع تنموي متكامل، قاطرة مصر الزراعية ونواة الدلتا الجديدة لتوفير المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي وصولا إلى الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض. كلمة الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. بسم الله الرحمن الرحيم.
سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن ما نعيشه اليوم كجزء من العالم وأمام التحديات الغير مسبوقة التي يمر بها العالم ونحن جزء منها، وكانت هذه التحديات نتيجة لأزمات عالمية، أولها الأزمة والتضخم الذي سمي ما بعد جائحة كورونا لسبب أن الاقتصاد العالمي أثناء الجائحة كان في نوع من التباطؤ وقلة الاستهلاك، ثم عندما تعافى العالم من جائحة كورونا الاقتصاد العالمي بدأ ينمو، وينمو بمعدلات أكبر مما كان متوقع عليها في الفترة اللي موجود فيها جائحة كورونا، فأدت إلى زيادة أسعار الطاقة ومن أهمها البترول والغاز، أدى ذلك إلى زيادة كافة السلع الأساسية الاستراتيجية في العالم، وكان هذه هو التحدي الأول الذي واجهه العالم كله، وكذلك أثر على سلاسل الإمداد في العالم مما رفع تكلفة الشحن والنولون، ثم قبل أن نستوعب هذه الموجة التضخمية جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية حتى تجعل الأمور بعدم وضوح كبير وتؤدي إلى ارتفاع أسعار غير مسبوقة وموجة من التضخم الإضافية التي لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. نحن نتكلم على الدول العريقة والقوية اقتصاديا، وعذرا لأن أنا هذكر أمريكا كمثال من أكبر قوة اقتصادية موجودة في العالم، الفرد الأمريكي النهاردة والحكومة الأمريكية النهاردة تواجه مشكلة التضخم. أمريكا لم تعلم تضخم أعلى من 1-2% في الأمور والكثير من السنوات الماضية. النهاردة نتكلم عن 8% معدل التضخم في أمريكا. اللي كان بيملأ عربيته بأمانة ب$80 النهاردة بيملاها ب$137، وأنا بتكلم عن تجربة أعلمها جيدا في الولايات المتحدة الأمريكية. الجميع يعاني من هذا الموضوع. ماذا حدث؟ وليس لنا أن نذكر الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمات، ولكن هناك واقع فرض علينا أن نواجه مثل هذه التحديات. الجميع وكافة الدول ومنها الدولة المصرية العظيمة بقيادتها وبتوجيه السيد فخامة الرئيس، وضعنا الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات، وكذلك كافة العالم، لسنا نحن فقط ولكن العالم أجمع وكافة الدول أصبح الأمن الغذائي هو الشغل الشاغل لها، ومن منع التصدير ومن منع تحرك السلع ومن الجميع حافظ أن يحافظ على الأمن الغذائي الداخلي. الأمن الغذائي يعتمد على 3 محاور رئيسية. نمرة 1 هو توفير السلع وخاصة السلع الرئيسية والمحافظة على هذا التوفير باستمرار. النقطة الثانية هو إمكانية وصول المواطن لهذه السلع. نديد ممكن جدا يكون عندي احتياط استراتيجي وليكن يغطي 2 شهر، بس أنا مش مغطي حلايب وشلاتين ولا العريش ولا بير العبد ولا بعض القرى البعيدة أو الوادي الجديد أو أي مناطق، لكن لابد أن تكون منظومة التوزيع منظومة متزنة حتى يمكن المواطن أيا كان موقعه في الجمهورية أن يصل إلى السلع كما يصل لها المواطن في القاهرة أو الإسكندرية. ثم المعضلة الأكبر وهي ضبط الأسعار، فلابد من توفير السلعة ثم إتاحتها إلى كل المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وكذلك ضبط الأسعار حتى يستطيع المواطن أن يحصل على السلعة التي يقوم بها.
ماذا قامت الدولة المصرية في هذا المقام؟ اسمحوا لي سيادة الرئيس أن أذكر هنا الرؤية الثاقبة لسيادتكم والإدارة الحكيمة، وهذه ليست مبالغة، وجهتم سيادتكم عندما توليت أنا ملف وزارة التموين أن يتم رفع الاحتياطي الاستراتيجي، كنا دايما شغالين على 3 أشهر إلى 6 أشهر، وزي ما حضرتك بتقول دايما لم توجه ذلك فقط، ولكن تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لرفع هذا الاحتياطي إلى 6 أشهر. لم يكن هذا كافيا لسبب برضو، لو أنا عندي قمح ومش ما عنديش أخزنه وحافظ عليه طول السنة بجودة جيدة سأعاني بعد ذلك من عدم توفره، فكانت المشروعات الاستراتيجية اللازمة للحفاظ على هذا المخزون بالتوازي مع هذا التوجيه، وبدأنا في المشروع القومي للصوامع، ونحن الآن نفتخر أن لدينا 3.4 ونتوجه إلى 5 مليون طن صوامع، وجاري التعاقدات والتنفيذ في هذا المقام. ثم بعد ذلك ليس فقط الصوامع، الزيوت، كان هناك دائما أزمة في الزيوت لقلة عدد المستودعات اللي موجودة، تم زيادة المستودعات في الأدبية، وتم زيادة المستودعات في مين الدمياط وفي الدخيلة وفي الأسكندرية، بالإضافة إلى كافة المستودعات المتاحة لشركات القطاع العام أو القطاع الخاص. ونفتخر أن اليوم لدينا سعة تخزينية 750 ألف طن زيوت خام، سواء زيت نخيل سواء صويا سواء عباد شمس. ثم بعد ذلك كذلك لضبط منظومة التخزين كان هناك التوجه المشروع بالمستودعات أو المخازن الاستراتيجية، وجاري التعاقد على 4 مخازن استراتيجية يبدأ تنفيذها هذا العام، تشمل يعني مساحة الموقع 10 أفدنة بس، عشان بس نتخيل، مش بنتكلم في مخزن 2000 متر ولا 10,000 متر، بنتكلم في 10 أفدنة كل مشروع منهم، بحيث يضيف قدرة من التخزين. كل هذا المجهود وكل هذه التوجهات أدت اليوم ونحن نتكلم وسط هذه التحديات وهذه الأزمات التي تواجه العالم، أن مصر لديها الآن احتياطي من القمح النهاردة 3.9 ده يا فندم كان يوم الخميس، يوم ما كنا بنعمل البروفة، النهاردة بقول لحضرتك على أرضنا جوه صوامعنا 4.1 زائد، متوقع أن احنا نضيف كمان 2.5 ل3 مليون طن من السوق المحلي، وبالتالي سنصل إن شاء الله بتأمين ليناير 2023. بالإضافة أن الصوامع بالنسبة لسلعة السكر كما قيل، وأنا سعيد جدا النهاردة أنه ذكر السكر سواء في هذا الموقع العملاق لمستقبل مصر أو مع وزارة الزراعة، فإحنا قاربنا الحمد لله كما قال وزير الزراعة، عندما إن شاء الله سيادتكم تفتتح مصنع القناة سيكون مصر وصلت إلى الاكتفاء الذاتي في صناعة السكر الذي كان يمثل هاجساً في 2017. كان هناك أزمة غير مسبوقة في السكر، ووصل السكر ل20 جنيه، وفي لحظة من اللحظات لم يكن موجود. الحمد لله النهاردة احنا محافظين عليه ما بين 10 و10.5 و11، وأقصى حاجة 12 جنيه لكيلو السكر في السوق. بالنسبة طبعاً برضو المخازن، ما فيش سلعة بدون تخزين وبدون حفاظ عليها نستطيع أن نتكلم على احتياط استراتيجي دائم ومستدام. بالنسبة للرز، مصر مشهورة جداً طول عمرنا عندنا اكتفاء ذاتي، وإن شاء الله نحافظ على المياه بالبحوث الزراعية والبحوث المائية وكافة مجهودات الدولة حتى نستمر في زراعة المساحات المطلوبة للرز مع ضبط المياه، والحمد لله الموسم القادم سيبدأ في سبتمبر، ولدينا حتى الآن تعاقدات 5.5 شهر تغطينا لما بعد الموسم القادم. وكمان لابد أن نذكر أن مصر تقدمت كثيرا في صناعات المكرونة، ويمكن دي من أحد الحاجات اللي مع معالي وزيرة الصناعة استثنينا تصدير المكرونة السباكيتي من مصر، مع أنها الأصل فيها قمح
واحنا منعنا تصدير الاقماح او الدقيق، ولكن سمحنا بتصدير المكرونه والسباجيتي لما هي لها جوده عاليه، وفي نفس الوقت هناك تعاقدات، فلا بد ان نستمر في الحفاظ على الجزء من السوق الخارجي لتميز صناعات الغذائيه في مصر. الزيت هذا المنتج الهام العظيم يمثل أكبر تحدي الآن في كافة أنحاء العالم، وهو من أكبر السلع التي عانت من التحديات ومن الأزمات. فأذكر بس يعني على سبيل المثال وليس على نحسب حسابات معينة، زي النهاردة السنة اللي فاتت كان طن الزيت الخام حوالي 740-750 دولار. بعد التحدي الأول ما هو ما بعد أزمة كورونا وصل ل 1000 و1200 ووصل ل 1300 دولار. النهاردة يا فندم في أزمة بعد أزمة روسيا وأوكرانيا نحن نتكلم في 1800 و1850 دولار، بمعنى أصح سعر الزيت الخام القابل لأنه هو يبقى للأكل يعني بدأ ضرب في 120%. وسوف نأتي في الأسعار في هذا الموضوع، كيف تحملت الدولة المصرية هذا العبء حتى يمكن الحفاظ على توفير وإتاحة بأسعار مقبولة للمواطن المصري. بالنسبة للحوم زي ما حضرتك وجهت، كل ما بيزيد التنمية الحية في مصر وهناك فجوة بنستطيع أن نستوعبها عن طريق توفير اللحوم الحية السوداني، والحمد لله لدينا تعاقد حتى 16 شهر، واللحوم المجمدة عندنا احتياطي 6 أشهر. بالنسبة للدواجن زي برضو ما سمعنا الحمد لله بالنسبة للدواجن الحية هناك شبه اكتفاء ذاتي من الدواجن الحية، ولكن بنستورد في بعض المواسم وخاصة في الشتاء حيث تقل بعض المربيين في هذا نظرا لنسبة الفاقد بتزيد في هذه الفترة، فاحنا بنستورد وعندنا احتياطي مدى الكفاية 7.9 بالنسبة للدواجن المجمد. تاني محور متأسف في الأمن الغذائي وهو إمكانية وصول المواطن للسلع. برضو بتوجيهات سيادتكم في اعتماد خطة تطوير التجارة الداخلية في أكتوبر 2017 حضرتك اعتمدت هذه الخطة التي أدت إلى البدء في إنشاء المناطق اللوجستية والمناطق التجارية متعددة الأغراض، بالإضافة إلى زيادة عدد منافذ التوزيع، ووصلت النهاردة لأكثر من 40,000 منفذ، منهم 1300 منفذ وهم المجمعات الاستهلاكية، و 33,000 بدال تمويني يعمل معنا بقواعد وزارة التموين. وحضرتك وجهت أن نصل 7,000 منفذ لمشروع جمعيتي، والحمد لله اليوم وصلنا ل 7,000 منفذ لمشروع جمعيتي، مما يتيح اتزان شبكة التوزيع على مستوى كافة القرى، وأنا بتكلم كافة القرى وكافة النجوع على مستوى جمهورية مصر. لا 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 خلينا لسه احنا في اللي قبليها، على كافة ربوع مصر جمهورية مصر العربية، حتى يمكن ان الحاجة تبقى قريبة بالنسبة للمواطن فيستطيع ان يحصل عليها دون ان يتكلف اعباء أخرى غير ما هو سعر السلعة ثم التحول الرقمي. كل هذه المنشآت مربوطة بشبكة حقيقة، شبكة رقمية، وتعمل سواء ضبط المخزون، التوزيع، ما يتم توزيعه يوميا بيبقى في تقرير يومي نسبة توزيع اللي على كافة الفروع قد ايه، ما تم وصوله. فالنهاردة مثلا احنا دايما سابقين، احنا النهاردة 21 انما من يوم الخميس كنا واصلين ل80% نسبة توزيع السلع التموينية على كل انحاء الجمهورية. المحور الثالث وهو ضبط الاسعار، وهو المعضلة الرئيسية في كل ما يحدث
وإن كان هناك تأثير مباشر لتتابع الأزمات وتتابع المواجهات التضخمية مما بعد كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، هي زيادة الأسعار، الزيادة الغير مسبوقة التي لم يشهدها العالم زي ما دولة رئيس الوزراء قال يمكن من 100 سنة، ويمكن النهاردة بنتكلم مؤكد منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية لم يشهد العالم موجات تضخمية. فكان لابد من العمل حتى يمكن أن نضبط الأسعار. لا يمكن ثبات الأسعار، استغفر الله العظيم، الموت هو الثبات الوحيد، إنما الدنيا لابد أن تتغير. فما فيش حاجة اسمها ثبات أسعار، ولكن هناك إدارة للأسعار بحيث أن تكون مقبولة مع ضمان استمرار المنتج والموزع، وكذلك أن يكون مناسبا للمواطن. فمن أهم النقط إن احنا رفع كفاءة الوحدات الإنتاجية لتقليل التكلفة، واعتمدتم فخامتكم تطوير كافة الوحدات الإنتاجية، اعتمدت سيادتك تطوير صناعة الزيت، اعتمدت مشروع تطوير صناعة السكر، اعتمدت سيادتك ووجهت وتتابع التطوير المباشر لكافة مطاحن القطاع أعمال العام والخاص. فهناك نقلة نوعية ورفع في كفاءة الإنتاج، زيادة الوفرة والمعروض، هذا هو الحل الحقيقي لكبح جماح الأسعار. ويمكن أثبت هذه النقطة في رمضان الماضي إن احنا استطعنا بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية ومع اتحاد الصناعة ومع كافة الشركاء في القطاع الخاص والقوات المسلحة والشرطة، كلنا تعاوننا أن نوفر كافة السلع في الأسواق ونزيد من منافذ التوزيع، واستطعنا الحمد لله، وهستأذن حضرتك استعير حتة وتوفيق كبير جدا من عند ربنا، ان احنا استطعنا ان نستمر بالأسعار ما كان قبل رمضان، واستمرينا به بعد رمضان حتى 15 مايو هذا الشهر اللي احنا موجودين فيه ومستمرين في ذلك في مناطق كثيرة. ثم الشراكة مع القطاع الخاص، هناك لجان عليا سواء للسكر سواء للزيت سواء للقمح سواء للرز سواء كذا، بنقعد جميعا سواء المنتجين أو الموزعين أو التجار أو كذا، حتى يمكن دراسة ما يجب أن يتم أو ما نأخذه في الاعتبار. والحق يقال لابد أن نتوجه لهم جميعا بحسن التعامل والمعاملة والاعتمادية، عندما نتفق معهم على شيء فيتم التوفيق تنفيذه. ثم الرقابة على الأسواق وتطوير الأسواق، وهذا موضوع هام جدا، وهناك تعاون بيننا وبين كافة الأجهزة الرقابية وخاصة مباحث التموين لوضع النقاط على الحروف وأي مخالفات تنشأ في ذلك، مع وجود خطة واستراتيجية حقيقية لتطوير الأسواق. ثم ما نحن فيه الآن، ما تم عرضه هو ما قامت به الحكومة لتأمين ما يسمى مفهوم الأمن الغذائي. دكتور علي، ممكن نرجع لل طبعا اللي قبل منها. كنت أنا يعني اديت توجيه كده دكتور مصطفى مع المحافظة أو المحافظات يعني ووزارة الداخلية والتنمية المحلية، ان احنا ندرس امكانية ان احنا الاراضي الفاضية، يعني مثلا في ارض فاضية فدانين في مصر الجديدة، واحدة او اتنين او تلاتة يا دكتور مصطفى، او في مدينة نصر او في اي حتة، تقدر تستوعب السوق ده؟ تمام. احنا مستعدين ان احنا نتحرك في برنامج سريع نعمله ونخلي الناس بتوع الأسواق الرئيسية طبعاً، اللي هم تجار الجملة، أتحلوا أن يخش هنا طبعاً. يبقى بدل ما بيجيب الحاجة بتاعته تيجي على سوق الجملة في العبور مثلا، لا تيجي الحاجة بتاعته على هنا على طول، هو عارف بقى هو عايز يودي ايه. أنا قايل له أن أنا عندي هنا في مدينة نصر سوقين من ده، وفي مصر الجديدة سوقين أو ثلاثة، وفي البطارية والمرجي 3-4 أسواق كده، وهو يجيب من عنده من المكان اللي بيتم فيه اللي هو يعني بيشتري بيه المنتجات. ايوه، لا يعني انا كتاجر جمله بجيب حاجتي على سوق الجمله،
ادي نقل، ثم بتاعها للناس ياخدوها يبيعوها تجار التجزئة. هيجيب من المصدر الرئيسي على انا بقى الدفع. بقول له لتجار التجزئة ازودهم وتجار الجملة ازودهم، وبقول له اعمل 10 15 20 سوق زي كده في القاهرة والجيزة في المناطق الفاضية، تتعامل بالطريقة دي. خد بالك يا محمد؟ نقدر تتعرض علي الخطة دي ونقول لهم بس بقى بشرط، انا عملت لك ده كله سعر. عشان انت تجيب هامش الربح قليل، انت عايز تخلي الرقابة على الاسواق وعايز تخلي ان التجار ما يغلوش في ارباحهم باستغلال الظروف، لازم تعمل زيادة في المعروض غير تقليدية. بالزي الاسواق دي، انا بقى مواطن موجود في مدينة نصر، اخد اتحرك لغاية هناك اشتري اقل من التجزئة الصغيرة اللي هو ده، وبالتالي التجزئة قدامه حل من الاثنين، يا يظبط سعره يا ايه يا يظبط سعره بالزبط. لان انا حلاقي هنا كيلو المنتج اللي انا باخده اقل اكيد من مثيله في الحاجة التانية. انا قلت الكلام ده من اسبوعين لان احنا مسؤولين كدولة يا دكتور مصطفى على ان تفضل المنتجات متسيطرة على اسعارها ما امكن حتى نهاية هذا العام، حتى نهاية هذا العام، نهاية هذا العام إن شاء الله. وجهدنا مع بعضنا كلنا كمؤسسات مع مجتمع مدني مع الغرف مع الأسواق لا ينتهي حتى ينتهي الأزمة دي بتداعياتها إن شاء الله. فشوفوا الموضوع دوت ونحن ممكن نتحرك فيه ونعمله يا دكتور مصطفى. تفضل بأمانة، حل عملي حقيقي، وان شاء الله نتعاون زي ما حضرتك قلت مع وزاره التنميه المحليه. الاراضي دي ممكن تكون بتاعت ناس احنا مش هناخدها، لا ما ناخدها بالايجار، يعني خد بالك احنا مش هناخدها يعني بالإيجار. احنا هنستخدمها استخدام مؤقت فقط وممكن ندفع إيجار. مقابل لها لغايه بس ما حاضر الازمه دي تعدي يعني. لا ان شاء ده الله ده موضوع مؤقت ممكن نتحرك عليه بدل الشادر القماش والكلام ده، يعني نشوف هنقدر نعملها ازاي يا هاب، نشوف نقدر نعمل حاجه زي كده ازاي. شكرا. شكرا يا فندم. النهارده بقى عيد حقيقي، ونحن يعني انا عن نفسي لي الشرف ان اكون في هذا الاحتفال بافتتاح مشروع مستقبل مصر، اللي هو من وجهة نظري المتواضعة هو تغيير حقيقي وإضافة حقيقية للقدرات الاقتصادية الحقيقية. هناك اقتصاد حقيقي وهناك اقتصاد غير حقيقي. في الاقتصاد الحقيقي لجمهورية مصر العربية، وذلك بزيادة المساحة المنزرعة. هنا بنتكلم على زيادة المساحة المستصلحة ل 350 ألف فدان، ومنها 200 ألف فدان مزروعين وإحنا موجودين دلوقتي، والباقي في مواسم الزراعة القادمة يتم زراعته. بالإضافة إلى نقطة مهمة جدا، ونحن كنا نتكلم في الأمن الغذائي وكنا بنتكلم في أهمية وأولوية هذا الموضوع، فإنه هو مثل هذا المشروع يشارك كثيرا في تقليل الاستيراد من المحاصيل الاستراتيجية سواء القمح أو الذرة أو الزراعة البذور الزيتية، والثلاثة دول من أهم الثلاث محاصيل الاستراتيجية اللي كثيرا مننا أو يعني نسبة كبيرة منها بيتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى زي ما قيل الحفاظ على توفر الخضر والفاكهة وكثير من المنتجات طوال العام. بس لازم برضو نقف هنا يا فندم، احنا مصر ذاكرتها عظيمة جدا، بحيث اي ازمة قد كده بيحصل لها زيادة وبتتنشر، ويلحقوا الطماطم بكام، وصلت 20 جنيه الحمد لله. السنة دي لم يحدث ارتفاع في الاسعار اللي كان دايما شايفينها في كل الخضروات والفاكهة اثناء قلة المعروض او ما نسميه ما بين العرو، الا في الطماطم وظهرت، وانا اللي عايز يتابع استمرت 10 ايام فقط ثم انتهت.
ما كان يحدث ذلك إلا لوجود استمرارية في الإنتاج والإنتاج من الصوب، ومن ثم يمكن استمرار العرض طول العام وليس في مواسم معينة ثم يظهر في عجز في ما بين المواسم المختلفة. ومن ثم موضوع الصوب الزراعية، ولست هنا أتكلم عن الإنتاجية ثلاث مرات ولا أربع مرات وتوفير المية في نفس الوقت، وإن كانت التكلفة الرأسمالية أكبر، بس أنا يعني ليس هناك شك أن جدواها يمكن على ثلاث أربع خمس سنين تعوض بفرق الإنتاج مثل هذا. فموضوع الصوب وأهمية ذلك لتوفير الخضروات والفاكهة طول العام أعتقد جزء هام جدا في الأمن الغذائي المصري. ثم الحمد لله سمعنا أن هيتم إضافة صومعة 120 ألف طن في هذا المشروع، وبالتالي إضافة محمودة جدا للمشروع القومي للصوامع الذي يحافظ على القمح وهو سلعة رئيسية هامة جدا لطول العام. لا قول بقى الصوامع، يبقى طول الصوامع اللي 500 ألف طن اللي في توشكا مش كده؟ الحمد لله حضرتك. طيب ما عشان نقول للناس الخمسة مليون طن هيبقوا ازاي يعني كده؟ احنا عندنا دلوقتي بأمانة أشكر حضرتك جدا 3.4 مليون طن حقيقي صوامع موجودة على أرض مصر في كل أنحاء المحافظات. هناك ثلاث مشروعات فرعية، مشروع لصوامع جديدة وبالذات في مناطق الأراضي الجديدة التي تم زراعتها الأقماح، وهي بالنسبة لنا توشكا وشرق العوينات ومستقبل مصر أو كأساس للدلتا الجديدة، بالإضافة إلى منطقة هامة جدا في أسوان اللي هي دندرة لسبب نقطة استراتيجية في النقل على النيل، وهتبقى مع الطريق الجديد غرب النيل، وكذلك خط السكة الحديد هيمشي فيها، فهتعتبر نقطة فيها نقط تبادل عظيمة جدا بالإضافة إلى نهر النيل، وبالتالي دندرة هنا هتبقى مركز رئيسي لتجميع الحبوب سواء من توشكا أو شرق العوينات أو جنوب أو أسوان، بحيث يمكن النقل لمناطق الاستهلاك اللي هي في الشمال في طول الدلتا. دول يمثلوا حوالي 600 ألف طن إضافة، توشكا واحد وتوشكا اثنين وشرق العوينات ودندرة، وكنا حاطين اللي هو الدلتا الجديدة أو مشروع مستقبل. الأربعة دول مع بعض يمثلوا 600 ألف طن إضافة. المشروع تاني إن إحنا عندنا أماكن للصوامع الحالية، المساحة اللي مخصصة نفترض 20 فدان، إحنا استخدمنا 10 فدادين وقدرنا نعمل 60 ألف طن على هذا المكان. فصغنا مشروع تاني وهو زيادة الساعات التخزينية لبعض مواقع الصوامع الحالية اللي موجودة، وهنا الميزة الجامدة، هنا البنية الأساسية موجودة، من مية موجودة، من كهرباء موجودة، من غاز موجود، من طرق موجودة، كل حاجة موجودة، ولكن هيبقى التكلفة اللازمة لإنشاء الساعات التخزينية الإضافية، ودول يمثلوا 630 ألف طن. ثم لدينا المشروع العظيم الذي سوف نستكمل به المشروع القومي للصوامع، وهو الصوامع الحقلية الذي نعاني الآن من الشون اللي موجودة، ولا بد أن نستخدمها حتى نزيد من أماكن التجميع مع السادة المزارعين ونسهل عليهم، ولكن هناك مشروع بسبعين شونة نسميها شونة حقلية، الشونة ما بين 5000 طن ل 10000 طن، مش بنتكلم على 120 ألف طن ولا 190 أو 160، لا بنتكلم على خمسة يعني خلية أو خليتين تبع المساحة اللي موجودة، ودول هيمثلوا لو نضرب 10 في 60 نتيجة، احنا بعد إذن حضرتك وتصديق حضرتك بدأنا في أول 10 موجودين وفي دخل 2 وحضرتك شرفنا بافتتاح واحدة منهم في الشرقية والإسماعيلية والمنيا من احد الصوامع الحقلية، فهيبقى 600 الف طن. ف 600 الف طن زائد 600 مليون و2 من عشرة زائد 630 بلاش ال 30
يبقى 600 كمان يبقى 1.8 مليون. 1.8 مليون زائد 3.4 هم 5.2. ده المستهدف العظيم اللي ان شاء الله. بس برضو ممكن اقول دولة رئيس الوزراء ان هناك اتفاق تم خلاص مع جهات لتمويل المرحلة الاولى من هذا المشروع. تم الاتفاق والحمد لله انه هيتم. وكلام هام جدا، لولا هذا المشروع اللي انا بتكلم عن المشروع القومي الصامع ما كنا نستطيع ان نتكلم ان لدينا حتى 4 أشهر، حتى مش 6 أشهر، حتى 4 أشهر مخزون استراتيجي. كان في السابق اقصى حاجة عندنا 3 أشهر، لما يكون عندنا شهر ونص شهرين كنا بنبقى في وضع بامانة، نتيجة كان العالم مستقر اكتر من ذلك من الفترات اللي احنا فيها دي. انما النهاردة احنا بنتكلم بنستهدف حتى 6 أشهر. 6 أشهر يعني بالبلدي احنا بنستهلك 800,000. احنا نراجع مع بعض الارقام. 800,000 في الشهر، 6 × 8 = 48، يعني عايزين 4.8. طب يا دكتور انت بتقول انت 3.6. ما انا عندي صوامع في المطاحن، وعندي بناكر صومعة افقية، وعندي بيبقى جاي في المواني. عشان نتكلم بأمانة، بيبقى في جزء الطلب وجاي يتعمل. وبالتالي 3.4 مع ديناميكية العمل بدون إمكانية، وكان عندنا في لحظة من اللحظات 6 أشهر حقيقي على أرض مصر. ما عايزين 5 مليون لأسباب مهمة جدا. ذكر النهاردة تخزين الذرة، وانا هستاذن حضرتك بس عشان برضو نقول في الذره ده، احنا زمان كنا لما نقطع الذره كنا بننشره فوق البيوت. طبعا الناس اللي قاعده مش فلاحين، بس مش فهم. انا كنت فلاح، كان بيتحط فوق البيوت ويفضل الذره لما ينشف. الذره كان لازم ينشف، ما كانش ينفع واحد ياخده بيقطع ويطلع السوق. ايه ما ينفعش، فكان لازم ينشف زي الحطب بتاع الدور القطن، كان يتحط فوق البيوت. طبعا دلوقتي البيوت بقت مسلحة وبقت كذا وبقت كذا، ولا توجد مساحات لنشر مثل هذه الأمور، مما أدى إلى حتمية وجود المجففين. وفي زيارة أو أكتر لي ووفود كثيرة زرنا دول صناعية عريقة حتى يمكن ضبط هذه المجففات، وهي جزء الآن لا يتجزأ من مشروع الصوامع. والصوامع اللي احنا بنعملها الجديدة حاطين فيها شرط ان يبقى فيها المجففات، لسبب الذرة لازم يتاخد وبعدين يخش على المجفف، لسبب لو درجة الرطوبة مش اقل من 13، لو 14 او 15 زي ما حضرتك تفضلت كده، متأسف الفطريات هتتعمل ويدوب خلاص، يعني اعتبر ان انت دخلته اسبوعين وباظ. فبالتالي كان لابد من إضافة موضوع المجففات إلى الصوامع، لسبب لا نستهدف فقط تخزين الأقماح ولكن تخزين الذرة كذلك وكافة الحبوب. ما هو تم إضافته في هذا اليوم حتى هذه اللحظة، وما تم من 2017 حتى اليوم، زي ما سمعنا تم إضافة 120,000 طن من الأقماح و 130,000 طن من الذرة الصفراء. وهنا بنجر السكر، أنا طولت وبعتذر للإطالة، بنجر السكر نقف هنا وقفة تاريخية لهذا الموضوع وهذا المشروع العظيم الذي شرفت أن أكون جزء مع سيادتكم في افتتاحه. 2 مليون طن دول لولا هذه الكمية ما استطعنا هذا العام، وأنا بتكلم هذا العام، أن تستمر الخمس مصانع البنجر الشرقية، النوبارية، الدقهلية، الفيوم، الدلتا، زائد مصنع سادس، مصنع كذلك يتبع شركة السكر والصناعات التكاملية، هؤلاء الستة الغزة واستمرار، ونحن نتكلم الآن لا يزال إنتاج سكر البنجر موجود لتوفر البنجر. كان
في السابق ممكن نشتغل 4 أشهر ونوقف، ممكن نشتغل كذا ونوقف. النهاردة الموسم ابتدى من فبراير حتى أعتقد سوف يستمر إلى ليس آخر مايو ولكن إلى يونيو، وإن شاء الله الإنتاجية مش عايز أشكر بس نتيجة هم غلوا السعر شوية يعني مش مهم. نسبة الحلاوة في البنجر المزروع هنا أعلى من النسبة في الأرض السوداء، وده برضو بيضيف قيمة لسعر الطن في البنجر، بس هذا الرقم يجب أن نتوقف عنه والحمد لله أنه حصل. ونفس التوجيه اللي حضرتك عملته هو ده كان في 2017، وتوجيه زيادة ارتفاع المخزون الاستراتيجي كان في 2017، وتوجيه استكمال مشروع البنية الأساسية للتجارة الداخلية كان في 2017، وكل هذه التوجهات والمبادرات تمت بدون أن يكون هناك لا جائحة كورونا ولا الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن كان هناك رؤية ثاقبة وإرادة حقيقية لبناء البنية الأساسية الاقتصادية لهذا البلد، فساعدنا بذلك. وإن شاء الله في المرحلة المستقبلية أنا نفسي أشوف إضافة 1,000,000 طن قمح إلى المحصول المصري، هذا سينقلنا إلى وضع نفسي واستراتيجي إن نصل ب1,000,000 من هنا وحوالي 750,000 كذلك من توشكا ومن المناطق الجديدة 250، نضيف 2,000,000 طن حقيقي للقمح، نصل بنفسنا بدل ما بنستورد. هتكلم على الحكومة فقط ولكن بالنسبة عامة هنصل من 45% اكتفاء ذاتي النهاردة، وهذا لا يحرج أحد، إلى حوالي 65%، وهنا يضعنا في موضع إن إحنا بنتحرك ونتصرف بنفس هادي حتى يمكن إدارة مثل هذه الأمور الساخنة في بعض الأوقات والحرجة في أوقات أخرى والتي بها قصور كذلك في أوقات أخرى بطريقة أكثر اقتصاديا. لم ينتهي المشروع بذلك، ولكن كان هناك منطقة صناعية صوامع تخزين دهن سعيد 120,000 طن تضاف إلى ما المشروع القومي، محطات غربلة وإنتاج تقاوي. هنا حضرتك حتى أشرت ومعالي وزير الزراعة أشار التقاوي 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 زي الزيادة في المساحة المزارعة، حتى نزيد من إنتاجية الفدان لابد أن يكون لدينا تقاوي جيدة معتمدة معتبرة، وبالتالي هنزيد الحاجتين المساحة ثم الإنتاجية الفدان 10% بس الزيادة زي المشروع ده في الأفقي. لو الإنتاجية زادت 10% تمثل مش لمشروع مستقبل مصر لوحدها في هذا المقام. فإن شاء الله وجود الأرض، أنا بعيد إنما نتيجة حاجة عظيمة جدا، وجود الأرض البكر اللي ما فيهاش حاجة ولا شوائب ولا فطريات ولا بتاع، ثم البذرة الكويسة، ثم المحطات الغربلة وكذا، هيبقى عندنا دقاء ودرجة عالية جدا من التقاوي التي سمعت أنا من المقدم بهاء إن تمثل تعمل 2,000,000 فدان. بس أنا هستنى دي 2,000,000 فدان تقاوي. 2,000,000 فدان يا فندم لو زي ما معاد وزير الزراعة مش 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 3 ولا 2، ده على الأقل من 18 ل 23، يعني خمس أردب في 2,000,000 فدان. يعني احنا بنتكلم في أرقام هائلة لمجرد وجود الأرض النقية، ده مصنع تقاوي، وجود أرض نقية مع محطات غربلة وتنقية وتعبئة ثم شبكة توزيع، نستطيع أن نرفع كذلك 10%. مصنع إنتاج الزيت زي ما سيادتك وجهت هنبقى نتعاون، نتيجة هناك مبادرات كثيرة في إنتاج الزيت فلابد أن نتعاون في ذلك حتى لا يتم تكرار مثل هذه الأمور. مصنع أعلاف 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 هام جدا جدا، ثم محطات فرز وتعبئة، وهذه إضافة حقيقية. هذا المشروع هو إضافة للقدرات الاقتصادية الحقيقية لمصر، ليس فقط في مجال الزراعة ولكن في مجال الصناعة، الصناعات الغذائية وكذلك القوى البشرية. لفت نظري المقدم بهاء وهو بيتكلم على العمالة والقوى البشرية، نحن نحتاج
إلى جيل جديد يفهم في الميكنة الزراعية ويفهم في الزراعة الحديثة حتى يمكن تعميم مثل هذا. بأمانة الحلم يتحقق والطريق إلى المستقبل المضيء برؤيتكم الثاقبة وقيادتكم الحكيمة يضاء حقيقة بمثل هذه المشاريع العملاقة المؤثرة القوية التي تبنى اليوم حتى نكون في مستقبل أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله. يا دكتور علي، أنا عايز أسمع الناس اللي موجودة معنا هنا والمصريين كلها. إحنا جينا على مصانع قهوة أتشينا من 3 سنين وقلت للدكتور علي اعملوا مصانع جديدة، مش كده؟ مش كده دكتور مصطفى؟ أيوة. طيب. وخلوا الانتاج بتاعها يبقى موجود عشان ده يقدر يحل ازمات معانا. ده مش فكر جديد يعني، ده فكره قديم خالص. لا خالص. لكن عشان يقدر يحل ازمات زي ما حضرتك ذكرت كده على موضوع مثلا لو في سلع مش موجوده دلوقتي نتيجه يعني الزراعه والعروه بتاعتها مش متاحه، لكن لو ما هي موجوده مجمده او مبرده هتبقى متاحه في الاسواق. بالظبط. انا عايز اقول للدكتور علي حاجه قلت له ساعتها، قلت له ما تشغلش بالك قوي بانك انت تجيب احسن سعر، مش كده يا دكتور مصطفى؟ صح. لان انت عشان توصل لده هتاخد لك سنه، صح؟ هتضيع عليا وعليك ايه فرصه. الدكتور علي مشي بطريقته خلاص. لا يا فندم والله ما اجراش حاجه. المصنع مش كده يا دكتور مصطفى؟ بشغال المباني جاهزه وامتداد. لا ان شاء الله الوقت صعب. السنة الجاية ان شاء الله قهوة أتشينا الجديدة، ولنا الفخر انه بتعاون مع الخدمة الوطنية في السادات خاصة، فان شاء الله السنة القادمة في السادات وامتداد لسايلو فود الذي كان ويزال يمثل كذلك اضافة حقيقية في الصناعات الغذائية. والحق يقال بسعد كثيرا للتعاون ما بيننا وما بين الخدمة الوطنية في كافة الامور، وان شاء الله سنتعاون. طيب. يا دكتور علي لو انتم حاسين على ضوء نتائج الازمة دكتور مصطفى اللي تمت سواء كان في كورونا او في الازمة الاوكرانية، ان السعة او الانتاج بتاعكم للمصانع اللي انتم شغالين فيها دلوقتي محتاجة تزيد، فكروا واعرضوا علينا. شكرا جزيلا. مش كده يا دكتور علي؟ انا بشكر حضرتك. شكرا. شكرا. استاذن سيادتك يا فندم في جولة تفقدية لمشروع مستقبل مصر. يا إيهاب انت عندك المشروع بتاع المية سواء كان لمستقبل مصر من هنا بالترعة او المصارف اللي بنجمعها، وانا بس اللي يهمني هنا ان اقول لينا كلنا عشان حتى يعني رجال الإعلام ينتبهوا للنقطة دي ويتكلموا فيها كويس. إحنا حد يقول لي طب أنتوا بيجيبوا المية دي كلها منين؟ المية دي بنجيبها من 3 مصادر، يا إما مية أبر، يا إما مية بنعالجها معالجة ثلاثية متطورة، والمعالجة الثلاثية دي إحنا افتتحنا محطة المحسمة 1,000,000 متر يوم، وافتتحنا محطة بحر البقر 5.6 وان شاء الله، مش كده اهب؟ تمام. خلال اخر السنة دي هنفتتح محطة اللي هي محطة، مش كده ولا؟ تمام ان شاء اخر الله. السنة دي اي ان شاء الله. مش كده؟ 7 وكام؟ 7.5. 7.5 مليون متر. انا بقول ده ايه؟ هو عبارة عن استخدام لمية صرف زراعي بيتم معالجتها طبقا لمعايير، عشان بس تبقى الامور واضحة، لمعايير منظمة الصحة العالمية والاغذيه والكلام ده، معالجه ثلاثيه متطوره زي ميه الشرب اللي قدامي دي، ثم بيتم نقلها نقل مش مترع، لا دي ترع مبطنه او مواسير موجوده، صح كده؟ تمام. انا بقول كده ليه؟ عشان ده مهم قوي ان احنا نتكلم فيه. ثم في ترشيد استخدام الميه، النقطه الثالثه ان انا قلت ايه، انا بدل ما بزرع فدان ارض واعمله ري بالغمر او حتى اعمله ري بالتنقيط، لا ده انا او بالري المحوري، انا هعمله بصوب زراعيه
وانا عايز اقول لكم، انا لما جيت فكرت في الموضوع دوت مع الزملاء في موضوع الصوب، كنا خوفنا ان احنا نتوسع فيها دكتور مصطفى، لانه ممكن لو توسعت فيه ما يخليش فيه فرصه في الانتاج الخضروات لحد تاني. انا بقول كلام، وبالتالي الفلاح اللي عنده نص فدان وثلاث قراريط بيزرعهم انا هضيع عليه الفرصه، لان هو كان بينتج ده وبينزله السوق. لو انا طلعت انتاج بالكم ده قد يكون ده لمستوى الرضا المجتمع، انه يبقى يلاقي الحاجه موجوده وسعرها كويس وجوده كويسه. ولكن كمان انا ببص لعامل مجتمعي اخر، هو لان الناس اللي موجوده تقدر بتشتغل في نوعيات الزراعه ديت. ما اعرفش انت مجهز يا ايهاب؟ انا معايا يا فندم موقف تنفيذي لكل المشروعات. ده فيلم ولا؟ في فيلم كمان على المسار. طب اشوف الفيلم بس. طيب حاضر فندم. شكرا. افتح ال الخريطة يا إيهاب. هات الخريطة بتاعت الدلتا الجديدة. تمام. ده المشروع بالكامل يا فندم. بالراحة. وإحنا شو يعني كلمة فيها قبل كده مرتين ثلاثة، كل واحد لوحده. تمام. أنت هتتكلم يعني مع بعضه كده وتقول هنوصل المية دي. تمام. منين؟ تمام. وإزاي؟ تمام. مش كده؟ وانا هقول هنا للزملاء اللي بيتفرجوا على الكلام دوت، مش هقول لكم افتخروا ان مصر بتعمل ده، لا مش هقول لكم كده، لان ده العمل بتاعنا دكتور مصطفى المفروض نعمله. لكن احنا مشينا في مسارات، المسارات ديت الانفاق بتاعها عالي جدا جدا، وقد يرى البعض ان ده من منظور اقتصادي يا دكتور مصطفى تكلفه كتير. لكن لان انا لما هيشرح لكم لواء ايهاب يعني المصرف ده مش كده؟ تمام. ده تجميع ميه مصارف كانت بتلقى في المكس مش كده؟ تمام. وبعد كده في البحر صح؟ تمام. كانت بتستخدم مره واثنين وثلاثه عشان وزير الري موجود معانا ويقول لك ما احنا عملنا تدوير لها ومره واثنين وثلاثه، صحيح. بس احنا قلنا هنعمل حاجة تانية، هنجمع ده، وده عكس الميل او الميل الطبيعي للارض. يعني هنضطر نعمل محطات رفع على الامتداد ده كله حتى تصل الى فين المحطة اهي مش كده؟ محطة فين يا ايهاب؟ محطة الحمام. على كل حال يعني في المنطقة ديت دي أيوة. دي محطة الحمام؟ ايوه. مش كده؟ تمام. طيب احنا بنتكلم على ان بجمع المية دي كده بمحطات رفع، ثم بجيبها من هنا بمحطات رفع حتى تصل الى المحطة، صح كده؟ تمام يا فندم. وبعدين اوزعها على شبكة الري ترع ومواسير. تمام. ايضا بمحطات رفع، صح كده؟ تمام يا فندم. ده جزء. الجزء الثاني اللي جاي من رشيد برضه مأخذ، والمأخذ ده اتعمل له محطات رفع. تمام. وبعدين تخش على ترع وشبكة نقل مية، ثم تخش على الشبكة الفرعية للأرض اللي احنا بنتكلم عليها المليون واثنين دول. والله العظيم ثلاثة. هذا فضل كبير كبير من ربنا سبحانه وتعالى للي ما يعرفش. ان ربنا يساعدنا ان احنا نعمل ده ونتحرك فيه من سنتين عشان نعمله شوفوا توشكا اللي كان وقفها قبل كده، مش عيب في الاختيار ولا عيب في التخطيط، لكن عدم قدرة على التنفيذ. عدم ايه؟ وانا هنا يا محمد يا زكي بسجل ليكم قدام المصريين كلكم ان الجيش في مصر مش حارب الارهاب بس، الجيش في مصر حارب التخلف والتردي وعدم القدره للدوله مع
المستثمرين ورجال الأعمال جنبا إلى جنب. وأنا بقول لكم يا أهاب هنا لأن يمكن تكون الهيئة الهندسية أشرفت على يعني آلاف المشاريع بمليارات ولا تريليونات. لا دخلنا في تريليونات فقط. مش كده؟ عشان إيه؟ عشان ننجز ده مع دولة بتنمو 2 مليون على الأقل في السنة من البشر، يعني في 7-8-10 سنين زادوا 20 مليون. لو ما قدرناش نسبق زيادة السكان في مصر هيفضل فيه فجوة ويفضل فيه عدم إحساس بأن الدولة قادرة أنها تعمل. فالخريطة دي ياريت أن احنا في الإعلام تنزل على الجرائد كلها وتشوفوا، عشان تزرع 2 مليون فدان بتعمل كلام هنا كام إجمالي؟ التخطيط المبدئي الفلوس كام؟ الفلوس احنا عندنا سيادتك ثلاث مشاريع، خليني في ده دلوقتي بس. دي الدلتا الجديدة فنم داخلة في 160 مليار. 160 مليار جنيه. 160 مليار جنيه. ولو ما كانش محطات الرفع دي الترمبات بتاعتها بتيجي من الخارج كانت بقت أرخص من كده. كانت مش بس كده، كان في ظروف سلاسل التوريد دلوقتي، ودي برضو بقولها عشان رجال الصناعة يا جماعة في فرص، لأن كل المحطات ديت هتبقى محتاجة بعد قطع غيار وصيانة وإحلال على مدى خدمتها دكتور مصطفى. وبالتالي اللي هيعمل الكلام ده أنا قلته كتير، هيعمل جهد في هذا المجال هو جهد مستقر وسوق دائم ليه، لأن المحطات دي موجودة هنا وموجودة في توشكا وموجودة في سينا. تمام. مش كده؟ أيوه. أنتوا بتتكلموا في مشروعات زراعة قد تصل ل 500 مليار جنيه حتى الآن. تمام. ولا إيه؟ تمام. ولا أكتر؟ لا هي فنم 443 مليار حتى الآن، وفي أجزاء لسه إحنا بندقق ال على كل حال ساعة. يعني بقول 500-600 مليار جنيه، ده عشان تزرع 2-3 مليون فدان. في دول تانية المطرة بتنزل بتزرع بس خلص، لا عايز يعمل ترعة ولا عايز يعمل محطة رفع ولا عايز يعمل محاور ري ولا حاجة، لكن ما عندناش خيار تاني. أنا بقول الكلام ده عشان بس يعني اللي بتعمل ده فضل كبير أو من ربنا، وخايف إن احنا نبقى جاحدين للي ربنا عمله لنا، خايف. خايف ان هو يسلط علينا انفسنا فندمر. امرنا مترفيها ففسقوا فيها. خايف ان من كتر الجهل وعدم الوعي وعدم الفهم نخرب ده. اتفضل. دي واحدة فنم قبل معرض الفيلم هوضح بس شكل المشروع، لان ده مشروع عملاق وكبير جدا وفي اعمال صناعية، وزي ما سيادتك يعني وضحت كده في تعديل لمسار الترع وفي انشاء ترع جديدة وفي ترع بتتعمل في وسط المية في البحيرة. لا في موضوع كبير جدا. انا هقول بس يا فندم المسار بتاع المية بالكامل طوله 170 كيلو، منهم يا فندم 148 كيلو ترع مكشوفه، بالاضافه ل 22.5 كيلو دي عاملينها مواسير عشان الاراضي الزراعيه اللي موجوده في المنطقه دي، ودي بتشتهر بصناعه او بزراعه البنجر عشان ما نهدرش الاراضي كلها، فعملنا جزء منه 22 كيلو، 20 كيلو اللي باينين قدام سيادتك في الشمال، وفي كمان 22 في 2 كيلو كمان بيتعملوا في الجنوب، دول اللي هيربطوا على الترعه اللي بتتوزع بعد كده على مساحه الارض اللي هي 800 ألف فدان. حجم الاعمال الصناعيه فنم عندنا 13 محطه للرفع، عندنا فنم يعني تقريبا 91 عمل صناعي. كل الاعمال دي سيادتك احنا بدانا فيها فعلا من حوالي شهر 8 اللي فات،
احنا محققين نسب تنفيذ عاليه جدا، اجمالي نسبه تنفيذ 46%، ويمكن الجزء بتاع في اجزاء هتخلص مننا ودي هتبان سيادتك في الفيلم ان شاء الله. في محطات الرفع دي بالكامل ان شاء الله في شهر 9 هنبقى منتهين منها. الجزء اللي هو الترعه اللي موجوده في القطاع الغربي ده فنم تقريبا نسبه تنفيذنا فيها 98%. الجزء سيادتك الشرقي او القطاع الشرقي ده احنا متاخرين فيه، لان احنا لما نزلنا للاهالي وكانوا عايزين التعويضات وطلع القرار واحنا التزمنا برضه عشان ما ناثرش عليهم. التكلفه الماليه بتاعه التعويضات الاراضي يا فندم هنا في المشروع تقريبا هتوصل ل 2.5 مليار جنيه، ويمكن احنا بناكد البيانات دي مع المساحه المدنيه ان شاء الله. افتح لي الفيلم. دي سيادتك محطات رفع الغربيه، دي سيادتك تقريبا زي ما سيادتك شايف المنشات خلاص احنا يعني نسبه تنفيذنا فيها حوالي 40%. بنعمل البيارات دي يا فندم بننقل فيها المايه، ده مسار بننشئه دلوقتي في البحيره عشان نقدر نعدي فيه او ننشئ فيه الترعه، والترعه دي هتبقى عباره عن حرف يو خرسانه مسلحه. طبعا احنا بنردم وبنعمل تاسيس وبنعمل تحصيل للتربه وبعد كده نرجع ننشئ الخرسانات فيها. دي محطه الرفع رقم واحد نسبه تنفيذنا فيها 40%. ده سيادتك عرض المسار المدخل 24 متر وارتفاع 6 متر. دي البيارات يا فندم عشان الصحاره هننقل الميه ونعدي الناحيه الثانيه نسبه تنفيذنا فيها 30%. الجسر ده كله سيادتك انشاء جديد بيوصل ل 130 متر. ده اللي هيتم فيه فتح ترعه ان شاء الله بعد ما نعمل تحسين للتربه. في اجزاء من الارض نفذنا فيها تحسين للتربه، يمكن تحسين التربه دي بتاخد وقت طويل شويه ولكن التكلفه الماليه بتاعتها اقل بكتير من اي اعمال تانيه بتتنفذ. ده المسار برضه يا فندم اللي هو اتحسن نسبة تنفيذنا 35%. دي صحارة وادي القمر واحنا نسبة تنفيذنا فيها برضه يا فندم 35، وان شاء الله احنا لما نخلص بنغوص الصحارة وبننزل بيها تحت. بيارات طبعا يعني مساحات كبيره وتستوعب عشان تستوعب كميه الماء اللي عندنا بالكامل. دي سيادتك محطات الرفع، الخوازيق خلصت ان شاء الله، باقي الاجراءات ماشيه يعني معدلات العمل والشركات اللي شغاله معانا شركات كويسه ومحترمه وبذله مجهود كبير جدا لان معتبر ان ده مشروع قومي للبلد. دي الشرايط سيادتك تحسين التربه، دقينا مساحات كبيره ويمكن استعنا بكميه من الشرايط اللي موجوده عندنا كانت متيسره عندنا في شرق بورسعيد لغايه ما باقي الكميات تستورد. طبعا حجم كبير يا فندم من الخرسانات والعماله زي ما سيادتك شايف بنشتغل على مدار 24 ساعه لان كانت القواعد الخاصه بالمحطات دي ما يجبش انها تتصب على مراحل، فكنا واخدين الصب كله في توقيت واحد مستمر يعني. كل الاعمال دي يا فندم بتتم في غرب الطريق، يعني لو اي حد محتاج ان هو يمر احنا جاهزين نفرجه على الشغل اللي موجود ده على الطبيعه. أحواض التهدئة دي خطوط المواسير، ده سيادتك ال 22 كيلو دول فيهم سيادتك 200 كيلو مواسير، يعني تقريبا الكيلو فيه 10 خطوط أو المسار فيه 10 خطوط.
دي سيادتك محطة من المحطات اللي هي ماشية في الأرض بتاع البنجر، احنا لمينا المساحة بتاعتها عشان ما ناخدش مساحة كبيرة، ولمينا فيها المباني الإدارية وضمينا حتى يمكن المسار اهو الخاص بالمواسير عشان ما نبهدلش الأرض الزراعية. نسبة تنفيذ يا فندم المواسير 48%. ده تشكيل الترعة، ويعني زي ما قلت لسيادتك ان القطاع اللي هو الغربي احنا نسبة تنفيذنا فيه 98%، يعني تقريبا خلاص. دي بقى دي لسيادتك المحطة رقم 7. طبعا الترع دي هتتبطن بالخرسانه. يا فندم احنا سيادتك مصدق لنا ب 10 مكنات ان شاء الله، في 4 مكنات وصلوا ان شاء الله هيدخلوا على طول الاسبوع الجاي يشتغلوا في التبطين. دي المحطة يا فندم الرئيسية، الحمد لله احنا قاطعين فيها شوط كبير جدا على نهاية شهر 10، نهاية شهر 7 ان شاء الله نكون منتهيين منها. وبينفذ المحطة دي من أكبر الشركات اللي موجودة عندنا في مصر، المقاولين العرب وراسكم. والحقيقة يعني الأخطاء والتوقيت اللي كان عندنا فيه مشاكل في بحر البقر احنا تلافيناه هنا. أنا بس يا فندم يعني معلش أزود حاجة، أنا ارجع هات لي الخريطة بتاعت مستقبل مصر. زي ما سيادتك اشرت كده ان الدلتا فيها 3 مشروعات مستقبل، اللي هي الدلتا نفسها اللي اتعرض الشغل بتاعها، وده الشغل سيادتك اللي هيتعمل في مستقبل مصر في المشروع اللي احنا موجودين. وفي كمان قطعه اسمها اللي اسمها جنه مصر، ودي خلصت بنسبه 100% الحمد لله رب العالمين. ده سيادتك المسار اللي هو بتاع الميه اللي سيادتك اشرت اليه، الجزء الازرق ده دي خطوط مواسير، والجزء اللي هو اللبني اللي فاتح ده دي الترعة المكشوفة. احنا في سيادتك في 6 محطات رفع بيتعملوا على المسار ده، زي ما سيادتك اشرت ان احنا بننقل الميه من الواطي بنعلى بيها عشان ما نسيب الارض العاليه. الجزء الثاني يا فندم عليها 12 عمل صناعي من هدارات وكباري سيارات، واحنا يعني ان شاء الله رب العالمين نسبه تنفيذ القطع هنا في الترعة وصل 26%، وبالتالي احنا اول ما جزء بينتهي بنبدا نخش عليه العمل الصناعي على طول. دي الارض يا فندم بتاعه مستقبل مصر، الخط النقل فيها 42 كيلو، 16 كيلو ترع مكشوفه و26 كيلو مواسير. وبرده المواسير هنا كنت عرضت الموضوع لسيادتك قبل كده انها معضله كبيره جدا، عندنا المشاريع الضخمه جدا دي بتاخد حجم ضخم من المواسير، يعني ال 26 كيلو دول فيهم 211 كيلو مواسير، والحمد لله الامور ماشيه واحنا شغالين بالتتالي. لو برضو وقت سيادتك يسمح اكلم سيادتك على توشكا بصد. طب تمام يا فندم.
اي عمر فندم. شكر ايهاب، وانا بشكر كل القائمين على المشروع دوت مستقبل مصر، وعلى اللي انتم هتشوفوه دلوقتي ان شاء الله، وان احنا بنتمنى ان احنا زي ما اتفقنا دكتور مصطفى ومحمد ان احنا ما نستناش ال 24 ان احنا كل الكميه ديت، لان احنا هنكون وفرنا المياه بتاعتهم بالمعالجه بتاعتها، لان المحطه هتخلص قبل اخر السنه مش كده؟ 7-8 يعني. طبعا هي لازم لما تخلص تكون الترع والشبكه والمحطات خلصت كمان، فنقول على يمكن على اخر السنه. يبقى احنا عندنا السنه الجايه كلها 23، بس كمان يبقى ما نستناش ال 24 عشان يكون، لان هو الشغل ده لغايه ما يوصل الميه للارض، لكن يبقى ان في ميه هتتوصل داخل الاراضي اللي هم ال 240 الف هتددهم محط شبكه ري بالمواسير مش كده برضو؟ تمام. بتصل بيهم وشبكه الكهرباء وشبكه الطرق والمدقات اللي بتتعمل عشان تدخلك جوه الارض ال 240 ولا اسف المليون فدان او الاثنين مليون فدان اللي احنا بنستهدفهم. وانا عايز اقول لكم عشان بس اختم كلامي في الموضوع دوت، يا جماعه الكلام اللي بيتعمل هنا ده كان بيتعمل في الدلتا على مدى شبكات الري خلصت والميه وصلت والكهرباء المطلوبه للشغل اتعملت، الطرق اللي المطلوبه تتعملت. ده حاجه متوازيه مع بعضها عشان نقول ان الاثنين مليون فدان دول خلاص كده هينتجوا بكامل طاقه الاثنين مليون فدان لمدى زمني ان شاء الله ما شاء الله يعني. فانا بشكر الناس اللي بتشتغل واللي اشتغلت واللي بتشتغل واللي هتشتغل لغايه لما نحقق حجم الاراضي اللي احنا مستهدفينها مستقبل مصر او في توشكا. وهنا مش هنسى ان انا اقول ان جنه مصر هي برضو هي ميه تم معالجتها بمحطات معالجه ثلاثيه متطوره الدكتور مصطفى. بقول كده ليه؟ عشان الاعلام وهو بيتكلم عن ده هتجد يقول لك انتوا بتعملوا الكلام ده بتجيبوا الميه منين؟ وكان احنا لا، دي الميه دي بتيجي يا جماعه لم نزد عن استخداماتنا من الميه، واحنا حريصين على ان احنا نستفيد بالميه اللي الحصه بتاعتنا اللي احنا ابدا ان شاء الله يعني محافظين عليها وهنحافظ عليها. حصه مصر من الميه هو احنا بنعمل بيه ده كله، رغم النمو السكاني اللي كانت الحصه دي من 100 سنه هي نفس الحصه بعد دلوقتي. كان 4 مليون ايام محمد علي عدد سكاننا، ودلوقتي بقينا 100 مليون وهي الحصه واحده. فاحنا بنحسن وبنرشد من استخداماتنا للميه. فانا بشكر الجميع وارجو ان الكلام اللي انا قلته لينا واحنا بنتكلم دلوقتي على مدار الوقت كله، اللي انا لما بتكلم على ان مشكلتنا في مصر ومشكله اي مجتمعات في ظل التطور الكبير اللي حصل في الاعلام ومواقع التواصل، ان هو ازاي تحافظ على الوعي، وعي ناسك ومواطنيك، مش عشان تحافظ على نظامك كدولة، مش على نظام. والكلام ده انا بكرره كتير وارجو انه يصل ليكم. انت بتحافظ على بلدك، وانت كاعلامي كراجل بتتكلم على مواقع التواصل انتبه، انت مسؤول، انت اللي بتتكلم فيه ده كله الهدف منه انك تحافظ وتطور. طب اوعى وانت بتعمل ده من غير ما تقصد تلاقي نفسك بتضيع وتدمر، اوعى، هيبقى الذنب في رقبتك ذنب كبير قوي، لانك انت في الاخر بتشكل وعي وفهم قد يكون مش دقيق او مش حقيقي، وبالتالي تحرك الناس في اتجاه مش مظبوط. لما انا يعني انا ما بقلقش لما حد يقول لك ان كيلو الباميه ب 100 جنيه ولا بتاع من الكلام دوت، ما بقلقش، لان المواطنين المصريين اوعى كتير من كده. لكن وانك انت تعمل ده وتتكلم فيه وكانه حاله حكايه، ده مش صحيح. طب حتى لو كان ده الحقيقه ما بقولكش غش ولا زيف، لا، حتى لو كان ده الحقيقه لا تقول للناس لا. هقول لكم على امر وارجو الناس ما تفهمنيش غلط فيه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبس وحوصر في شعاب مكه 3 سنوات. في ايه؟
شعاب مكة 3 سنوات، وكان سيدنا جبريل بينزل عليه بالوحي. لا الصحابة ولا التابعين ساعتها قالوا له النبي قول لهم يجيبوا لنا ناكل ولا المية تتفجر من تحتنا ولا ده ربنا بقى كن فيكون. قعدوا 3 سنين لدرجة ان هم وصلوا ان هم ياكلوا ايه؟ ورق الشجر. احنا مش كده، احنا اصلب من كده، اصلب من كده بكتير. شكرا. أيوة. شكرا جزيلا.